بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم وأمسياتكم وأوقاتكم بكل خير وبكل السعادة. حلقة جديدة متجددة معكم في اليوم 17، في الحلقة رقم 17 لمهرجان مسقط رقم 15 ل 2015، والفعاليات مستمرة إلى اليوم الأخير في مهرجان مسقط 14 من الشهر القادم إن شاء الله. الشهر القادم يعني بكرة يدخل إن شاء الله شهر فبراير. كل المواقع اليوم مثل ما متفقين دائما ما شاء الله، كل موقع له فعالياته ويحتضن فعاليات معينة. الجديد شاطئ الحيل الشمالية، نادي السيارات، ميناء السلطان قابوس، وربما بعض المواقع الأخرى بالإضافة إلى الموقعين الرئيسيين، موقعنا في حديقة العامرات العامة وحديقة النسيم العامة. نتمنى أن تكونوا معنا ومتابعين لآخر الحلقة، وأمسي على زملائي والبداية بحفيظ. مساء الخير. مساء النور أبو محمد، وحياكم الله كل من يتابعنا في حلقة جديدة وفي أمسية من أماسي ليالي مهرجان مسقط، ومن يتابعنا من داخل السلطنة نقول لهم حياكم الله ويا هلا فيكم، ومن يتابعنا من خارج السلطنة نقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا. إذن هذه بداية الحلقة معكم، راح نقضي أوقات ممتعة وأوقات مفيدة، نقضي فيها أيضا بعض المعلومات وبعض الزوايا، ننتقل فيها أكثر من موقع وأكثر من مكان بحيث تعيشوا معنا أجواء المهرجان. ننطلق في أمسية اليوم ونتمنى كذا يقضون وقت ممتع برفقتنا إن شاء الله. هذا اللي نتمناه، ومباشرة مع زملائنا، وهذه واضحة في الصورة الآن. أمجاد مساء الخير يا أمجاد. مساء النور ومساء المحبة ومساء الأنوار الرائعة اللي تضيء سماء مسقط. أمسية جديدة من أمسيات مهرجان مسقط لعام 2015. اليوم هو يوم السبت، توافد جدا رائع من قبل الزوار من مختلف الجنسيات العربية والغير عربية، وأيضا الحضور الأكبر هو من أبناء السلطنة جايين كذا يستمتعوا بالفعاليات المقامة هنا. طبعا فعاليات جدا رائعة ومتنوعة إن شاء الله، كذا راح أغطي لكم كل الفعاليات المقامة. أنا حاليا متواجدة أمام القبة الفلكية المتنقلة، هذا موقع جديد هو على المهرجان وإضافة جديدة إن شاء الله، أنا ما غطيتها قبل، إن شاء الله اليوم راح أغطيها. طبعا القبة الفلكية فيها أشياء جدا رائعة ومبهرة، كل هذه الأشياء طبعا تستقطب الصغار قبل الكبار، كلهم كذا متحمسين ومتشوقين مثل ما تشوفوا، أيضا تواجد جدا رائع وكل الناس كذا حابين أنهم يستكشفوا كل جديد يضاف هنا إلى مهرجان مسقط 2015. إن شاء الله راح أدخل كذا القبة الفلكية، راح استكشف الاشياء العلميه البحته الموجوده هناك، اشياء جدا رائعه مقدمه للزوار. قلتي لي القبه الفلكيه المتنقله، يعني كيف المتنقله امجاد؟ قبل لا اروح انا للمهري. نعم. حرسني المهري شويه. القبة الفلكية طبعا هي متنقلة، تتنقل من مكان إلى آخر بحيث أنه كل الناس وكل الزوار يشوفوها، وكل الناس في مختلف الأماكن وفي مختلف الأركان في مهرجان مسقط يتجولوا ويشوفوها. فهذه المتنقلة، هذا التنقل اللي طبعا دائما تكون فيه القبة الفلكية هو اللي يخليها تستقطب أكبر عدد من الزوار، يعني هي مو ثابتة في مكان، كل مرة كذا تتجول في أرجاء مهرجان مسقط وفي أرجاء حديقة العامرات. خلاص التفاصيل معاك إن شاء الله في الوقفات القادمة. مهري متأهب وجاهز ومستعد. مساء الخير. مساء الورد. وينك؟ أنا متواجد أستاذ خالد كالعادة، طبعاً أمسي عليك بداية وحافظ كل الزملاء وكل متابعي هذه الفعالية المسائية اليومية من هلا مسقط. أنا متواجد في مسرح مشاركة الفرق، سواء كان الفرق العمانية المغناة أو الفرق خارج السلطنة. المكان أستاذ خالد يعني يتوسط أيضاً الحديقة، وبالتالي في مساحة أيضاً من القدرة هنا، يتجمع فيه كثير من الأسر، حركة ناس سياح، يعني أحس أنه في ديناميكية وحركة أيضا مستمرة. الأجواء مش شتوية خالصة، ولكننا عوان بين ذلك، يعني المرحلة مرحلة وسطية، ونتمنى إن شاء الله في هذا المساء أن تكون متابعتهم لهلا مسقط إضافة جديدة ضمن فعاليات المهرجان، ونتمنى أن يقضوا معنا أوقات ممتعة. أستاذ خالد، فقط قبل ما أنتقل لكم مباشرة، نتمنى إن شاء الله ربما نودع أيضا يناير 2015، أتمنى لكل متابعين الأعزاء أن يكون فبراير إن شاء الله شهر خير مليء أيضا بالسرور والسعادة، ونتمنى لهم كل التوفيق. آمين. إليك الكلمة مباشرة. شكرا جزيلا مهري كعادته في هذا الموقع وفي هذا المكان، ويستعد لموقع آخر. وموقعنا القادم هناك في النسيم،
حيث سيف الفوري. مساء الخير يا سيف. مساء النور والسرور بمحمد، مساء الخير ايضا لحفيظ ولكل المشاهدين والمتابعين لبرنامج هلا مسقط في ليله اخرى من ليالي هذا المهرجان، مهرجان مسقط 2015. وفي امسيه ايضا هي مميزه بهذا الحضور الجميل بامانه ابو محمد، يعني من الخمسة الأيام الماضية خلنا نقول والحضور جدا كبير، وفي تزايد كبير جدا من قبل زوار المهرجان لحديقة النسيم العامة لميدان المهرجان. اللجنة المنظمة الموجودة هنا بحديقة النسيم العامة دائما وأبدا تسعى لتقديم الجديد لكل ما ينال ذائقة الطيبة لجميع الزوار والحضور. علشان كذا مثل ما ملاحظ يعني يوم الخميس كان معانا الحفل الغنائي الساهر اللي أحيا مجموعة من الفنانين العمانيين، بعدها كان معانا يوم أمس اللي هو الحفل الإنشادي اللي أيضا كوكب من المنشدين العمانيين أحيوا هنا على خشبة المسرح العالمي الرئيسي. واليوم ومثل ما ملاحظ أبو محمد الديكور خلفي هو طبعا مسرحية في بيتنا عاملة اللي تقدمها فرقة جعلان المسرحية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية من تأليف وإخراج الأستاذ علي العلوي، مجموعة من القضايا الاجتماعية السلوكية اللي راح تناقشها بمشيئة الله تعالى هذه المسرحية. ونحن من خلال هذا الربط الحي والمباشر راح نسعى قدر الإمكان أيضا نضعك المشاهد الكريم في تفاصيل هذه المسرحية وما تضمه أيضا من أحداث ومشاهد، يعني أكيد يعني راح تعمل فائدة والاستفادة لجميع الزوار الموجودين هنا في حديقة النسيم العامة. إذن الكلمة إليكم وإن شاء الله تعالى راح أكون متواجد معكم في الوقفات القادمة. أنا توقعت في مجلس قاعد اليوم سيف ومعزوم أو عازم ناس، لكن اتضح أنها هي يعني من ديكور المسرحية اللي بتبدأ بعد شوية إن شاء الله في بيتنا عاملة. هذا من؟ اوف اوف اوف، ايش لابس اليوم يا شرفي؟ استاذ خالد يا مطول الغيبات، جاب لنا نايم. بس غياب امس كذي؟ اي خلاص يعني تعنيت عشان اجيب السبعيه هذه. اشوف الله كيف الحال؟ الحمد لله يعطيك العافيه. مساء الخير لك. السبعيه وشيء غير بعد؟ اي وكل حاجه موجوده اليوم. تمام يعني كذا تعرف موروثاتنا جميله جدا، موروثاتنا غنيه بالكثير بالمميز والمختلف دائما. صحيح. مسي عليك استاذي ومسي على المشاهدين وجميع الزملاء الموجودين خارج الاستوديو وداخل الاستوديو. ومثل ما عودنا مشاهدينا كذا باستهلال بقصيدة، رجعت اليوم للوطني، تعرف مشتاقين لصاحب الجلالة، مشتاقين يعني شوق مش طبيعي. صحيح. وعشان كذا قلت مشتاق هذا الشعب، مشتاق هذا الشعب شوفة حبيبة، مشتاق هذا الشعب شوفة حبيبة، مشتاق كل الشعب موعد حضوره، له في الحنايا شوق زايد لهيبة، يا بسمة الشعب الوفي وسروره، له في الحنايا شوق زايد لهيبة، يا بسمة الشعب الوفي وسروره، يا فخر هذا الشعب عزه وطيبه، يا قلبه النابض ومكمن سروره، مشتاق هذا الشعب رجعت حبيبه، الله يفرحنا بموعد حضوره. آمين. الله يفرحنا بموعد حضوره. آمين. الله يفرحنا بعودة حضوره. آمين. يا رب العالمين يوم الفرح. آمين. ويوم السعادة والاستقبال الكبير إن شاء الله كذا لمولانا. مشكور 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 يا مشرفي، وأكيد برجع لك بالتفاصيل عند زملائنا إن شاء الله. هذه بس البداية وإن شاء الله عندهم التفاصيل في برنامجنا، بس خلوكم معنا ومتابعين اللي هلا مسقط. يا مسقط الحب يا وش من بهك تحلت زرق العيون ويا ترتيلة السوري، يا مسقط الحب يا وش من بهك تحلت زرق العيون ويا ترتيلة السوري، يا فلقة النور يا مرآة نهضتنا، إذن هذه أجواء مهرجان مسقط في نهاية شهر يناير.
وفي الغد أولى أيام شهر فبراير أيضا راح يظل شكل المهرجان مختلف، ربما تضاف أيضا بعض الفعاليات وبعض البرامج التي تستهدف كل مختلف شرائح المجتمع ومختلف الجنسيات لتلبي طموحاتهم ورغباتهم وجزء من أهدافهم الأساسية. أبو محمد، أيضا الفعاليات المقامة خارج مهرجان مسقط في الموقعين في النسيم والعامرات سيتي سنتر، مراكز سيتي سنتر صحيح. أيضا تقدم اللي هي مغامرات توم وجيري القط والفأر في قالب كوميدي، عرض مباشر وحي أمام الجمهور، إضافة إلى إقامة بعض المسابقات. أنا زمن سبيستون الأخير المميز، بالإضافة إلى جراند مول مثل ما ذكرت سابقا، أنهم راح يقدموا أيضا عرض افتراضي بتقنية ثلاثي الأبعاد 3D، وهو أيضا عرض يقدم أشرس الحيوانات في العالم للاستمتاع الصغار مع الأسر في أجواء مهرجانية. تعرف يعني المراكز التجارية من يكون لها هذا الدور، هذا مهم الحقيقة. هو ربما بدأ منذ سنة أو سنتين نوعا ما باستحياء، احنا نتمنى فعلا ان تكون الفعاليات حاضره والمبادرات من المراكز التجاريه تكون من المركز نفسه بالتنسيق مع الاخوان المعنيين بتنظيم هذه الفعاليات في مهرجان مسقط، لان الزائر ايضا للمهرجان يحس ان فيه روح لمهرجان مسقط. اذا كنت انا اتكلم عن مهرجان مسقط فالرساله ايضا للاخوان اللي يستعدوا لمهرجان صلاله خلال الصيف القادم بمشيئه الله، يعني نحس ان فيه فعلا مهرجان والكل يتفاعل مع هذه المهرجانات ان كان مهرجان مسقط او مهرجان صلاله. احنا ما نروج عن احد، لكن واجبنا بما انهم احتضنوا مثل هذه الفعاليه، واجبنا بما انهم ايضا مساهمين في هذا المهرجان ولو بجزء بسيط ويناسب الصغار والكبار، مثل هذه الفعاليات المحببه للصغار جدا، شخصيات كرتونيه، اكروبات ايضا روسيه وغيرها من العروض في مختلف المواقع، فعاليات كذا تستمر بشكل مختلف مع بدايه فبراير. الحيل الشمالية اليوم نشطة، الساحل تحديدا بفعالية اعتاد عليها الناس هناك يومي الجمعة ويوم السبت، مثل ما متفقين المكان مهيأ، المكان جميل، في هناك أكثر من عريش وتحته إن كان بعض القوارب، والقوارب أيضا قريبة من البحر، وبعض الأشياء اللي مرتبطة كانت بالتاريخ البحري العماني. أنا أقول فرصة لنا جميعا ولأولادنا وبناتنا ولمن يزور السلطنة من يتعرف على هذا الجانب المهم في عمان. إذا كنا نتكلم على الحين الشمالية نتكلم أيضا على نادي السيارات، والتواصل الإلكتروني والتفاعل الثقافي هو عنوان أمسية ثقافية فكرية أدبية في الغد تقام بنادي الثقافي صحيح. الفرجة في المجتمع العماني كانت بكرة الأمسيات الثقافية، واليوم أو بكرة في الغد راح تنطلق ثاني الأمسيات الثقافية الفكرية. من الاسم المحاضرة قيمة وجميلة للدكتور، والدكتور رائع الحقيقة، دكتور أحمد درويش، يعني اسم ما غريب على المثقف وعلى مجموعة الأخوان في السلطنة، تتلمذ على إيده مجموعة كبيرة الحقيقة من الأسماء اليوم المعروفة على الساحة الثقافية والأدبية والشعرية عندنا في السلطنة، ارتبط بطلاب جامعة السلطان قابوس وجماعة الخليل بن أحمد لسنوات، وحتى ارتباطه كان معنا في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سابقا أيام وزارة الإعلام ببرامج عديدة في الإذاعة وأيضا في التلفزيون. وبالغد نفس الشيء أبو محمد، مثل ما أنا الأهل كانوا أمس حاضرين في حديقة النسيم بالمناسبة وكلموني عن انطباع الجمهور في تفاعلهم مع الليلة الإنشادية، رائع، وكانت أمسية رائعة مثل ما حضرها البعض ونقلنا إياها في تفاعل مع الجمهور والحضور. واليوم الجمهور على موعد مع مسرحية بعنوان في بيتنا عاملة، نعم نعم، لفرقة قعلان المسرحية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية. جميل، عندنا فرقة، نتابع الفرقة ونرجع نتواصل معكم في هلا مسقط.
وبالتطور شع نوره في السماء بالمس اندم الاغبار مضلل نشوف كيف عمان على مستواه قدمته وافكار من ندرس انه وبالتطور شع نوره في السماء سلطنتنا عمان يا روضه وجنه بقدره المعبود ربي لعطاها بحمى السلطان خلاها تتنى حاكمنا وبالفعل والله بناها الشركات المحتضنة في مركز ساس لريادة الأعمال 1-6 شركات 2-15 شركة للاشتراك في المسابقة يرجى إرسال رقم الإجابة الصحيحة على الأرقام التالية عمان تل 90270 أريد 90664 حمستنا فرقة الرزفات الحماسية. شوف حتى الاسم الرزفات الحماسية موجودة عندنا اليوم، بالإضافة طبعا إلى المسارح المهيئة في حديقة العامرات العامة لإمتاع الناس بهذه الرقصات الحماسية الجميلة والرائعة. بنرجع لهم أكيد، بس خلنا نروح لأمجاد. أمجاد إذا جاهزة. أمجاد
في القبة الفلكية اليوم أمجاد، خلاص وصلت. عودة جديدة لكم أعزائي المشاهدين، أنا وعدتكم إن شاء الله راح أتواجد في القبة الفلكية، أنا الآن في لب القبة الفلكية، داخل القبة الفلكية، مثل ما تشوفوا شوية الإضاءة معتمة لأنه حاليا يعرض فيلم للمشاهدين، طبعا تواجد جدا رائع من قبل الزوار، يعني تحس روحك كأنك أنت قاعد فعلا في مكان حقيقي، تشوف الفلك وتشوف الفضاء، فعلا إضافة جدا جميلة. للتعرف على أكثر عن القبة الفلكية معنا الأستاذ سليمان بوسعيد الرحمن. فيك استاذ، اهلا وسهلا بكم استاذ، لو تخبرنا كذا عن القبه الفلكيه، هذه اضافه جميله وجديده لمهرجان مسقط 2015، خبرنا عن النشاطات المقامه هنا واكثر عن القبه الفلكيه. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الاستضافه الطيبه. حقيقه الامر القبه الفلكيه هذه احنا كان لها فكره سابقه منذ اعوام كثيره بسبب وجود كثير من الزوار الذي ياتوا لزيارتنا في عالم المعرفه في شركه تلميذ نفط عمان في القبه الثابته التي تم انشاؤها كهديه من هدايا المواطنين في عام 2000. لذلك ارتئينا ان تكون هناك قبه فلكيه متنقله تزور مناطق السلطنه المختلفه. حقيقه الامر بعد ما تلقينا دعوه كريمه من بلديه مسقط في المشاركه هذه القبة، تم اختيار هذه القبة وهذه أول مشاركة لنا في مهرجان مسقط لعام 2015، وإن شاء الله ستكون هناك مشاركات قادمة بإذن الله تعالى. جميل، طيب إيش هي الأهداف اللي وضعتوها أنتم المنظمين والمشرفين قبل اللي يعني البدء في عمل القبة الفلكية؟ طبعا هي راح تكون إضافة للزوار 2015. نعم، نحن الهدف المستهدفين أكثر شيء طلبة المدارس، وهو كإضافة جديدة لخدمة المجتمع مثل ما تقوم به شركة تنمية نفط عمان من ضمن الأهداف من قبل الشركة. لذلك احنا نحاول قدر الاستطاعة ان نختار الافلام او العروض التي تقدم بعناية فائقة، اغلبها تنصب في مجال الفلك ولكن هناك توجد بعض افلام اخرى، والى الان هنا باللغتين العربية والانجليزية. حلو، طيب خبر ان المجالات راح تكون في الفلك وايضا في العلوم اللي هي النجوم والى اخره، عدة مجالات وعدة مجالات، حتى يوجد لدينا عرض خاص لنوعية الأشجار أو يسمى تريز، وأيضا في بعض مختصة في موضوع الإنارة أو الإضاءة بمعنى آخر، فعدة برامج كثيرة. ولكن نحن في هذا المهرجان قمنا بتدشين عرضين فقط، وهو عرض كوكومونغ وهو خاص للأطفال، وهذا العرض يأخذ الأطفال في جولة بين الكواكب كقصة خيالية، كما تعرفون الأطفال يحبون هذه القصص الخيالية. والعرض الثاني هو خاص في علم الفلك، هي 10 خطوات نحو علم الفلك، وهناك توجد أيضا عروض أخرى وإن شاء الله ستكون بتدشينها لاحقا إن شاء الله. طيب كيف تشوفوا يعني إيش هي الفوائد اللي قد يستفيد منها الطفل؟ أنتوا تعرضوا قصص وتعرضوا أفلام جدا مشوقة، فإيش هي الفائدة اللي قد يخرج منها الطفل عندما يعني يشوف هذا الفيلم ويخرج للعالم برا؟ نحن رسالتنا الأولى خاصة في مجال الفلك أن ننشر الوعي الفلكي بين طلبة المدارس والمجتمع بشكل خاص، ونحن نحاول قدر الاستطاعة أن نوصل المعلومة بحاجة يعني حاجة بسيطة وسهلة لجميع مثل ما أشرت سابقا لطلبة المدارس، خاصة في المناهج العمانية إلى الآن للأسف لا توجد مادة كبيرة في مجال الفلك، ونحن نحاول أيضا ننشر هذه الثقافة الفلكية. وأيضا إذا كانت توجد بعض الأخطاء الشائعة في المجتمع التي تخص في مجال الفلك، ونحن نحاول أن نختار بعناية الأفلام أو العروض التي تساعد في دحض مثل هذه الإشاعات الموجودة في المجتمع. أعتقد أن اليوم ثاني يوم للقبة الفلكية، فكيف تشوف تفاعل الزوار؟ حقيقة الأمس تفاعل كبير منقطع النظير، احنا ما توقعنا أنه يصل لهذا العدد، الحمد لله أمس تقريبا 9 عروض ووصل العدد لحوالي 640 شخص، وإلى الآن وصل العدد منذ افتتاحنا تقريبا نفس الساعة السادسة إلى الآن وصل العدد إلى ما يربو تقريبا 400 شخص. تتوقع زيادة في أعداد زوار؟ أكيد أكيد، لأن الحين فقط بدأت يعني كثير الناس يعرفون عن القبة، وإن شاء الله هناك أيضا لنا نشاطات أخرى نعد المجتمع، إن شاء الله نشاطات أخرى تكون لنا يعني في أول الأنشطة التي ستكون لها مثل ما تعرف أو يعرف الجميع أن تم اختيار نزوة عاصمة للثقافة الإسلامية، فإن شاء الله لنا مشاركة أيضا هناك. أيضا كذلك تم اختيار عن طريق اليونسكو هذا العام هو عام للضوء، وأيضا لنا مشاركة، وإن شاء الله هناك مشاركات كثيرة سنعلن عنها لاحقا إن شاء الله. يعطيكم العافية الأستاذ سليمان البوسعيدي، أشكرك جزيل الشكر. أعزائي المشاهدين، أيضا عندي مجموعة من الأطفال هم زاروا القبة الفلكية، أريد أخذ رأيهم كذا باختصار. تعرفني على اسمك يا شاطر. مؤمن حميد العبري. والنعم فيك يا مؤمن. وين؟ لما علي الغافري. وانت يا حلوة؟ نور عبد الراشد. خبرني مؤمن، بتجيت القبة الفلكية استمتعت، إيش شفت هنا؟ شفت والله الفضاء وشفت الكواكب، وهذا أول مرة استكشف عن الفضاء، شفت النجوم وشفت النجوم شفت ذاك نفسي، شفت العالم برا صحيح؟ وانت يا حلوة خبريني استفدتي؟
نعم، شفت النجوم والكواكب وأحسست أن كل شيء قريب مني وتعلمت كثير. ها، جيت أنتي مع من هنا؟ مع أمي. إن شاء الله أحتاجك كذا مرة ثانية؟ إن شاء الله. في عروض جدا. أيوة بجي. وانت يا حلوة خبريني، تعالي هنا قدام الكاميرا خبريني ايش شفتي هنا؟ شفت النجوم وشفت الكواكب وشفت شكل الشمس كيف هي وشكلها الحقيقي. اها، استفدتي يعني؟ ايوه. هل المعلومات اللي عرضت هنا كنت تعرفيها قبل ولا تعرفت عليها لأول مرة؟ في بعضهم كنت أعرفهم من قبل وفي بعضهم تو تعرفت عليهم بشكل أحسن. وإن شاء الله راح تستفيدي كذا في المدرسة صح؟ أيوة إن شاء الله. أشكركم الأطفال الموجودين هنا. إذن أعزائي المشاهدين، مثل ما شفتوا التواجد جدا جميل من قبل الزوار. اليوم ثاني يوم مثل ما قال أكثر من 600 زائر يتوافدوا هنا إلى القبة الفلكية، لأنه إن شاء الله ما شاء الله عروض علمية بحتة جدا رائعة. هذه العروض طبعا يعني تهدف إن تعليم الأطفال والكبار عن الفلك، عن النجوم، عن هذا العلم الذي قد يجهله الكثيرون. تعرفهم عن طريق الأفلام هذه الجميلة والحديثة، يعني النظام 3D. تخيل روحك كأنك أنت فعلا قاعد تشوف الفضاء بشتى يعني أنواعه. أيضا تعرفوا عن النجوم وعن الكواكب، تفاعل جدا جميل. إن شاء الله راح أغطي لكم كل الفعاليات مقامة هنا. الآن عودة إلى الزملاء في الاستديو. شكرا أمجاد وشكرا لعايد المصور الرائع ومصورين الرائعين الحقيقة، كان في الاستوديو أو في الخارج أو الكاميرات المحمولة. خلص يعني 600 في يوم، كان يوم أمس رائع، اليوم وبكرة أهاليهم بداية دوام إن شاء الله يوم الأحد، إن في حدود 400 ولد وبنت، أولادنا وبناتنا دخلوا إلى هذا الموقع وهذا المكان للاستفادة. هذا رائع. الأروع أن هذه الأدوار لهذه الشركات الكبيرة يا أخي، هذه المساهمة الاجتماعية الرائعة من هذه الشركة أو الشركات الأخرى. يعني مثلا شركة تنمية نفط عمان تتبنى القبة، في مؤسسة من المؤسسات تتبنى مكتبة، مؤسسة من المؤسسات تتبنى مجلس، شركة تتبنى مجموعة من طلابنا للابتعاث في الخارج مثلا تكملة دراسة تدريب وغيرها. من هذه من أساسيات العمل الاجتماعي لهذه المؤسسات، وهذا رائع. وعلى فكرة الكثير يجهل موقع القبة الفلكية بالقرب من حديقة القرم الطبيعية، موقعهم ثابت. عندهم أيضا عروض بشكل أسبوعي للأسر وطلاب المدارس. صح. أذكر في فترة دراستي بجامعة السلطان قابوس كانت في مادة متطلب جامعة أو خياري علم الفلك. ممتاز. فاضطرينا من ضمن المقرر أن نذهب المكان ونحضر هذا العرض اللي شاهدناه بتقنية ثلاثي الأبعاد، ويرويك كيف شكل النجوم بعد 200 أو 500 سنة، وكيف تغيرت وكيف الانفجار اللي صاير في بعض الكواكب والنجوم، وكيف تغيرت اللي تصير من حولنا نجهلها. سبحان الله، المكان يختصر علينا مئات السنين. سبحان الله. ونمر كذا في الأزمان. صحيح. شيء آخر أيضا على نفس هذا الموضوع، متحف الطفل. أيضا متحف الطفل ما يقل أهمية عن كثير من الأماكن. وإذا كنا نتكلم عن النجوم وعن الكواكب وغيرها، أيضا المتحف له هذا الجانب بشكل كثير راقي وجميل. والدعوة دائما لأولادنا وبناتنا وللأسر، خذوا أولادكم إلى هذه الأماكن للاستفادة. كما هي أيضا مكتبة متنقلة للكتب حاليا بحديقة النسيم العامة. وأيضا ننتقل لتقرير مع الزميل أيمن الفجراني بعنوان تقرير الألعاب للأطفال بحديقة النسيم، وبعدها نعود لكم في هلا مسقط. في ضوء التنوع والبهجة التي تشهدها فعاليات مهرجان مسقط بحديقة النسيم، فلم تغفل لجنة البرامج في المهرجان عن إدراج جانب آخر من جوانب التسلية والترفيه للأطفال، حيث يجد كل طفل أنواعا مختلفة من الألعاب وحتى المسابقات اليومية التي لم تقتصر على موقع معين، بل شملت كافة المواقع التي يقام فيها المهرجان سواء للرجال أو النساء.
اشوفك اليوم جاي ومستانس بالالعاب اكيد. ايوه واجد. وش من الالعاب اللي لعبتها اليوم؟ لعبت السفينه والكراسي اللي دورت. وكان السفينه شويه تخوف وايد، لكن ما الكراسي ما تخوف عادي. اكثر لعبه شفتها شدت انتباهك وعجبتك كثير وتتمنى انك لو ترجع تلعبها مره ثانيه؟ السفينه. عدسة هلا مسقط تجولت عبر هذه الألعاب المختلفة، حيث تبلغ مساحة ركن الألعاب الكهربائية 8000 متر مربع، ويحتوي على 30 لعبة كهربائية مختلفة، منها 15 لعبة للكبار و15 لعبة للصغار و20 لعبة للمهارات والحظ. ومن أبرز الألعاب الكهربائية للكبار ألعاب بريك دانس وتكادا ديسكو وتشالينجر وتصادم السيارات ولعبة القطار وستريت فايتر، غيرها الكثير من الألعاب، بالإضافة لألعاب الصغار ومن أبرزها المراكب المائية ومزالج البالونات الضخمة والقفز بالحبال للأطفال ومراجيح الأحصنة ولعبة الثور الهائج، إضافة للمزالج المطاطية والقطار السريع والسفينة والربان والمراجيح مختلفة الأشكال والأنواع. أكيد زرت الألعاب. نعم زرنا الألعاب وكانت كثير حلوة، واجد واجد استمتعنا وتمنى أن يتطور المهرجان شوي. يعني وش يعني وش الأشياء اللي عجبتكم وش الأشياء من الألعاب اللي ما عجبتكم؟ عجبتنا أن إحنا ركبنا في الألعاب ويعني غرقنا في الماء، هذه كثير أحلى. وفي السفينة يعني لما رحنا كثير كثير يعني فوق. أيوة البطل وش لعبت من الألعاب؟ لعبنا سيارة زحلوقة، لعبنا الفوق واسمها فوق، ولعبنا الطير، لعبنا سفينة. أيوة. سفينة، لعبنا الماي. ما شاء الله انت كل الالعاب لعبتها اليوم. اها. هي مسقط تزينت لترحب بضيوفها من داخل وخارج السلطنة وتقول لكم أهلا بكم في هذا المهرجان في نسخته الجديدة في عامه وثوبه وحلته المختلفة عن الأعوام السابقة. بداية كذا نشطة وحيوية مع زوار وتفاعل الضيوف في مختلف هذه المواقع للفعاليات والأنشطة والأحداث. للحديث حول مشاركة دار الأوبرا السلطانية مسقط في مهرجان مسقط 2015، رحب باسمي وباسمكم بالدكتور عصام الملاح مستشار مجلس الإدارة للبرامج والفعاليات بدار الأوبرا السلطانية مسقط. مساك الله بالخير والنور دكتور. مساء النور. أهلا وسهلا. مرحبا دكتور، مساء الخير. أهلا وسهلا بك. هذه ما هي المشاركة الأولى دكتور؟ أنت أتوقع استهللت المشاركة في مهرجان مسقط من السنة الماضية. كانت البداية وأتوقع كان في إعجاب بجناح الأوبرا بشكل كبير. هالمرة نتوقع كذا بمساحة أكبر بشغل ربما يكون مختلف. إيش يعني الهدف من مشاركة دار الأوبرا في مهرجان مسقط دكتور؟ طبعا الحمد لله أن مهرجان مسقط دلوقتي بقى برضو علم من أعلام مسقط، بيأتوه زوار الداخليين والخارجيين وعدد كبير بيحاول الجمهور بيتعرف على حاجات كتيرة جدا على مسقط، على ما تقدمه مسقط لجمهورها لزوارها لضيوفها. فطبعا احنا بنحب نستغل اي مكان يمكن يحصل فيه تواصل مع الجمهور ان احنا نكون معاه. جميل. طبعا ويمكن مهرجان مسقط فيه جزء جميل قريب من الشعب اكتر، فيمكن بنحاول نزيل الجزء اللي البعض يفتكر او يعتقد ان الاوبرا دي فنون النخبة فقط، فاحنا بنقول لا، احنا جايين لكم في الفنون الشعبية وعايزين نقعد معاكم ونقول لكم على ما نقدم. جميل جميل.
إذا دكتور احنا بنكون قريبين من الموضوع مشاركتكم في مهرجان مسقط، لكن خلينا في القريب القادم خلال يوم الأحد نقدر نقول أمسية بعنوان كلثوميات بالتعاون بين دار الأوبرا السلطانية والنادي الثقافي. كلثوميات هذا العنوان ماذا يحمل؟ أنا شاكر تذكرنا على اصطلاح كلثوميات. اصطلاح كلثوميات طبعا الكل مش عايز شرح كتير طبعا من الاسم يعود على طول يعني سيدة الغناء العربي أم كلثوم. احنا بدأنا هذا الاصطلاح وحنبدأه ان شاء الله يوم 2 فبراير والحفل الثاني يوافق 3 فبراير وهو المناسبة الذكرى 40 على وفاة السيدة أم كلثوم. توقيت مناسب. احنا مختارينه بالضبط عشان تقديرا من الدار وتقديرا من العاملين بالدار وتقديرا لهذه الجهود الخاصة بالفنانة الكبيرة أم كلثوم اللي هي طبعا قدرت توصلنا ان عندنا فعلا حد يطلق عليه بصدق فنان الأمة العربية كلها. صحيح. فإحنا عايزين نقول جزء من سر هذه السيدة التي مارست فنونها أكثر من 50 عام أو ربما أكثر. يعني أنا بتكلم حتى احتراف احتراف طبعا. هي طبعا بدأت هي في بداية من 1916 لما من العشرينات بدأت تقدم على مستوى عالي وانتقلت للقاهرة في العشرينات وبدأت تحيي ما سر هذا الفنان الكبير ده؟ طيب دكتور ايش المختلف او ربما المميز؟ يعني انا اتوقع ما هو شيء جديد ان يقدم عمل بحجم كلثوميات. يعني دار الأوبرا في مصر هذا سنويا انا متاكد كثير من ربما الناس المهتمه في عواصم عربيه عديده كثيره عالميه قدمت هذا الجانب، لكن دار الأوبرا السلطانيه مسقط ايش المختلف تتوقع دكتور عصام الملاح؟ المختلف ان انت كان ممكن تعمل عمل يعني يتساير مع مسيرتها الكبيره. ممكن تعمل احنا ما نقدمه زي ما تفضلتم وقلتم بنحاول نعمل بعض المحاضرات بعض الشرح بعض التواصل مع الجمهور. ما دور هذه السيدة؟ ما دور هذه الفنانة الكبيرة اللي ما زالت رغم مرور 40 عام على وفاتها ما زالت أغانيها تحتل الصدارة. صحيح. في البيع في الإذاعات ما في يوم ما في لحظة من جميع القنوات. بالضبط. واخد بالك؟ فايه السر ده؟ هل السر انها كانت يعني سيده محترمه وعمرنا ما سمعنا عنها او صوت او ربما أو اختيار صوت. كلمات او بالزبط. ربما لحن او ربما فرقه يعني كلها نتوقع كوكتيل بين قوسين. أيوة. هي ام كلثوم. ايوه. الكوكتيل ده خالد هو ده احنا كباحثين حتى احنا عملنا سر لاننا ساعات تقول ايه؟ طب يمكن عشان تفاعلها مع المقامات نقول نحل المقامات نجدها أنها عملت مقامات في جميع الحزن في جميع الـ 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 القريب والبعيد خالي من الربع التون وداخل من الربع التون الـ 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 التقليدي والحديث. يعني ما ننساش محمد عبد الوهاب في الآخر صحيح صحيح. حمل حداد ولا هي غنت عشان الثورة ولا هي عشان عصرت من أيام الملك فؤاد والملك فاروق وعبد الناصر والسادات. هل فكل العناصر دي بنحاول نحطها تحت المجهر العلمي ونجد ان كل ده لا يكفي لهذا النجاح الكبير. جميل. مثل ما يقولوا الموسيقى هي لغة الشعوب وهي متنفس الجميع. كيف يمكن ان نرتقي بهذا الفن عند الناشئة خاصة احنا نستغل وجود المهرجان الصغار مع الأسرة وتختصر لهم المعلومة بشكل سلس من خلال هذا الركن ركن دار الأوبرا السلطانية؟ احنا طبعا بنعمل برامج خاصة بالشرح. ليه؟ يعني احنا عندنا قسم خاص للتعليم والتواصل المجتمعي خاص يعني بيديره برضو زميل عماني دكتور ناصر الطائي واحنا ده كوبري
للوصول للمجتمع. لا نكتفي فقط بتقديم المحاضرات، عندنا محاضرات، عندنا بنعمل بيسموه ايه يا ربي، يعني مش عايز اقول بروشور بس مش ما تحضرنيش، هو هذا المطويات او كتيب، كتيب اعلاني المطويات او تعريفي، يعني بنشرح يعني حتى الحاجات العرب. لا نكتفي ان احنا بنقول الفنان كاظم الساهر، لا بنقول لك هيقدم ايه، مقام ايه، ملحن مين، المغني مين، كل دي هي وسائل تعريفية. الوسائل التعريفية كل ما تعلم بالشيء كل ما تقيمه أكثر. للمتخصصين دكتور أو للعامة؟ لا للعامة، للعامة، للعامة حتى إحنا بأسلوب العامة لازم، لازم أي واحد طبعا، لأن إحنا عارفين اللي جاي لي ده مش طالب، صحيح، اللي جاي لي ده مش باحث، أنا عايز أقول له بأبسط، بس أنا عايزه ما يخش الأوبرا كمان يعرف عنها أكثر، يتعرف عليها، لأن لو قعد بس يشوف الأحداث ممكن هيسعد، ولكن ما يشوف ما خلف هذه الأوبرا، الجزء التاريخي، الجزء المنظر، ليه اللبس ده بيتوافق مع القرن الـ18، ايه القرن الـ18، وهكذا. نعم. نحاول نعمل له، نقدم له بعض أساليب التواصل ليستطيع أن يصل إلى أعلى مكان في التحصيل في المعرفة. دكتور اقتربتوا من الموروث والتراث العماني بشكل راقي الحقيقة، وقدمتوه بأسلوب جميل وفي نوع من التجديد اللي ما في مساس بهذا الموروث نهائيا. أتوقع هذه نوع أيضا طبعاً من الدعم، نوع من أيضا البرامج المقدمة من خلال دار الأوبرا. طبعا خالد، ده من البداية، احنا حتى بيننا وبين بعض على مسؤولين بنقول إن دار الأوبرا السلطانية مسقط دار كل عماني، ولا نقولها كده فقط. دار كل عماني معناه إيه؟ أنا بقدم له صحيح يتعرف على فنون حديثة، ولكن لا أستطيع أن أنسى فنونه، ولا بد أن كما أعرفه بفنون الآخرين لازم أعرف الآخرين بفنونه. بالضبط، دي مهمة جدا من خلال التراث. نعم. دكتور، من خلال متابعتكم لبوكس أوفيس نقدر نقول، هل هناك فعلا سياحة ثقافية، حجوزات من خارج السلطنة من دول أجنبية خصيصا لدار الأوبرا السلطانية؟ اليوم مثل ما يقولوا أصبحت هذه الدار تلبي السياحة الثقافية. طبعا إحنا والله سعداء جدا، سعداء جدا. أولا شكرا على هذه اللفتة، عشان يمكن برضو الجمهور بيسأل ومش قادر يوصلها لنا، إنما إحنا سعداء جدا. إحنا لا ننسى إن دار الأوبرا السلطانية مسقط افتتحت في 12 أكتوبر 2011، يعني إحنا عندنا ثلاث شهور، ثلاث سنين وثلاث شهور. الله الله الله، يعني عندنا عمرنا، إحنا لسه بيبي المفروض، ومع ذلك ما شاء الله سمعة الدار في العالم كله. دلوقتي إحنا كمنظمين وكمديرين الأمور بقت سهلة لنا إن إحنا نحصل أو نتواصل مع أعلى الفنانين. ليه؟ سمعتنا وصلت. جميل. لما سمعتنا بتوصل للسائح، السائح بيبدأ يحجز، بيبدأ يحاول يشوف. إحنا النهاردة عشان كمان الحمد لله الشبكة العنكبوتية أونلاين، أنتم حجزكم دكتور في الداخل وفي الخارج، تتعرف على طول، بتعرف متى سيقدم. حلو. وممكن هو في ميونخ ولا هو في نيويورك يحجز ويرتب أموره، وشايف الكرسي وشايف كله ويحجز. في حجز للكلثوميات ولا انتهى الموضوع يا دكتور؟ لا بس يجروا شوية، يجروا بسرعة. دكتور حسام الملاح، مستشار مجلس الإدارة للبرامج والفعاليات دار الأوبرا السلطانية مسقط، نورتنا وشرفتنا. الله يخليك. شكرا جزيلا لك، وكل التوفيق لكم. شكرا. ولكل الزبلاء هناك في دار الأوبرا. الله شكرا. يخليك. ألف شكر. شكرا. الله يسلمك. نتمنى نحصل مقاعد خلال العرض القادم. أونلاين ما في فائدة، أونلاين مزحوم أحيانا يكون، عشان لازم تلحقي الفنانة أمال ماهر من أعظم الفنانات اللي تؤدي روائع أم كلثوم. جميل. أيضا دعوة للجمهور لمحبي الثقافة والفكر لحضور الأمسية الثقافية الفكرية بعنوان كلثوميات بالنادي الثقافي يوم غد بمشيئة الله. إذا نلتقي الآن، أشوف سيف جاهز. لا ما في نادي ثقافي، نادي ثقافي ولا في دار الأوبرا، في الفيلم. فيلم في النادي الثقافي. نعم. جميل. الساعة 7:30. جميل. نعم. لكن أمال ماهر. نعم. يوم الاثنين الموافق 2 والثلاثاء الموافق 3 بمشيئة الله. ممتاز. في دار الأوبرا. عشان لا تخلط مع الناس بس. أكيد طبعا. بارك الله فيك دكتور، يعطيك العافية.
سيف، تصدق اول ما ظهرت معي اتوقعتك في البيت عندكم فعاليات مهرجان مسقط. سيف، توصف لي المشهد من المسرحيه والحضور. مرحبا بك حفيظ، ومرحبا ايضا بمحمد من جديد. احنا ما زلنا موجودين ايضا امام هنا المسرح العالمي الرئيسي. مثل ما ذكرناكم في البداية، يعني تعرض اليوم مسرحية في بيتنا عاملة، مسرحية كوميدية اجتماعية مميزة وجميلة بأمانة إلى الآن، مع أنها بدت قبل ربع ساعة تقريبا، لأنها أنا أحس يعني من خلال تفاعل الناس وحماسهم وأيضا استمتاعهم بكل ما يقدم على خشبة المسرح العالمي الرئيسي هذه المسرحية، أكيد أنها راح أيضا يناقشوا قضايا جميلة ومفيدة لكل الحضور وكل الزوار. الحركة يا حفيظ ويا أبو محمد جدا كبيرة ما شاء الله، خلاص يعني خلينا نقول المقاعد امتلأت شبه امتلأت بالكامل، ولكن احنا راح نتعرف على كل التفاصيل المسرحية. بوجود معنا فيصل المشايخي، وهو طبعا المشرف الإعلامي، لو فيصل المشرف الإعلامي بطبعا الفرقة جعلال المسرحية. نرحب بك معنا ومساء خير يا فيصل. مساك طيبة أستاذي، ومساء خير لجميع المشاهدين أينما كانوا خلف الشاشات. يا مرحبا بك فيصل، أكيد يعني أنت وحدك الآن يعني ربع ساعة من بدأت المسرحية، وأنا شايف نفسي شخصيا كيف تفاعل الناس وحضورهم ايضا وتواصلهم وحماسهم مع كل المقدمه الحين على خشبه المسرح العالمي، لكن لو توصف للمشاهدين اكثر بما انك انت الموجود هنا وانت ايضا من المشرفين على هذه الفرقه وعلى هذه المسرحيه، تعطيهم ايضا نبذه تعريفيه عن هذه المسرحيه. اول حقيقه انا مدهوش حقيقه بهذا الجمهور الكبير، ما كنت اتوقع ان يكون هذا الجمهور متواجد من النساء والاطفال او الرجال. طبعا التفاعل كبير ايضا من الجمهور. المسرحيه طبعا فكاهيه توعويه تتحدث عن وجود العاملات في المنازل وفي ظل غياب الوالدين في تربية الأولاد، وكيف تؤثر هذه العاملات في سلوكيات أبنائنا في غيابهم، سلوكيات التربوية. طبعا هذه المسرحية مثل ما تشوفوا الحين خلفنا بالضبط الآن في المشهد الأول، وتفاعل كبير يشهده الجمهور. الطابع الكوميدي هو الذي يغلب هذه المسرحية. طبعا بالطابع الكوميدي توصل الرسالة وتكون أغرب للمشاهد. هذه ما طيب الرسالة اللي حابين توصلوها إن شاء الله تعالي جميع الحضور والزوار. طبعا هذه هناك عديد من الرسائل اللي هي نحن نعالجها من خلال هذه المسرحيه التوعويه، هي اللي هو ان يكون الاولياء الامور قريبين من اولادهم في تربيه اولادهم، ولا يتركون كل التربيه وكل المسؤوليه على العاملات في المنازل. فهناك نحن نسمع ونشاهد الكثير من القضايا التي تحدث في وجود وفي ظل وجود العاملات في المنازل وفي غياب اولياء الامور عنهم. هذه اول مشاركه لكم في مهرجان مسقط 2015، ما اعرف ايش تضيفكم لهذه المشاركه وتحديدا في مسرح كبير مثل المسرح العالمي الرئيسي بحديقه النسيم العامه وبحضور عدد كبير جدا من الزوار والحضور بشكل يومي هنا. طبعا هذه المسرحيه هي عرضت قبل في محافظه شمال الشرقيه بابره في ملتقى مسؤوليه اجتماعيه. طبعا هذه برعايه وزاره التنميه الاجتماعيه، وهي اول مشاركه لنا حقيقه كفرقه مسرحيه نشارك في مهرجان مسقط. راح تكون لنا اضافه كبيرة كفرقة في شهر الفرقة، وأيضا في ظهور هذه الكادر من الممثلين الذي حقيقة أبرزوا وأعطوا كل ما عندهم في هذه المسرحية، وكما نلاحظ الآن. وإن شاء الله أيضا راح يكون لنا عرض آخر لفات هذا العرض، إن شاء الله راح يكون في عرض آخر في كلية التقنية العليا يوم الأثنين بإذن الله. متخصصية فيصل في مجال يعني عالم المسرح والفن ما شاء الله تبارك الرحمن، ما أعرف يعني خلينا نقول أيضا نخبر المشاهدين عن الأهمية في إقامة مثل هذه المسرحيات في مهرجانات ومحافل كبيرة مثل مهرجان مسقط 2015. حقيقة هناك نحن عندنا عديد من الوسائل لنقل وتوعية المجتمع وأيضا إرسال الرسائل إلى المجتمع، والمسرح وخشبة المسرح هي أحد الوسائل التي المفروض الكل يستخدمها والكل يتابعها لنقل وتلقي الرسائل الاجتماعية والتربوية. وأيضا نحن من خلال هذه المشاركة راح نوصل ونحل العديد من المشاكل بإذن الله. شكرا لكم يا فيصل وموفقين ان شاء الله باذن الله، وشكرا على هذا الاستضافه استاذ. اذا ابو محمد ويا حفيظ، كان معنا فيصل المشايخ المشرف الاعلامي بفرقه جعلان المسرحيه، كذا اعطانا نبذه مختصره عن المسرحيه، عن ابرز المحاور، عن كل الاشياء المرتبطه بالمسرحيه. ومثل ما ذكرت لكم بامانه يعني الحين الاقبال اكثر وفي تزايد كبير من قبل الزوار والحضور على مشاهده هذه المسرحيه الكوميديه الفكاهيه والاجتماعيه بشكل عام. عموما الكلمه والعوده اليكم يا خالد ويا حفيظ. يعطيك العافيه سيف،
بارك الله فيك واشكر اهتمامك وتواصلك. اكيد دور المسرح مهم في مشاركه مهرجان مسقط، وقالوا الكثير والكثير عن المسرح، ويقال ايضا اعطني مسرحا اعطيك شعبا مثقفا، كما ايضا يقال اذا اردت ان تتعرف على ثقافه وحضاره شعب فادخل مسرحهم. صحيح، وقالوا الكثير ايضا عن خادمات المنازل وعاملات المنازل. مسرحية، نعم جميل، سلط الضوء على هذا الموضوع، بس محتاجين أيضا نشتغل على مثل هذه المواضيع الاجتماعية، لأنها إذا استفعلت مشاكلها مشاكل كبيرة. أنا أحيي الشباب أنهم انتبهوا لهذه المسألة وقدموا اليوم عرض للأسر وللعوائل لننتبه لأمور كثيرة عديدة مختلفة ربما احنا نجهلها أو ربما نتجاهلها، لكن نتائجها صعبة على أولادنا وعلى بناتنا وعلى بيوتنا أيضا. مهري جاهز منور يا مهري. النور نورك، نستمد منكم استاذ. حبيبي جزاك الله خير، وين موجود؟ انا متواجد في القريه التراثيه استاذ خالد، وعند النشامه. عند النشامه وكلهم عند النشامه. النشامه لما نذكر النشامه هو ربما تقليد مسموع للمنتخب الاردني. صحيح. وعندي ايضا ضيوف من المملكه الاردنيه الهاشميه، وعندي ما شاء الله عمر ومحمد مع الاستاذ عصام. استاذ عصام طبعا احمد البرابره. استاذ عصام عنده أجواء السلطنة، ويقول إنه ما في اختلاف بين العادات وبين التقاليد، وهو أيضا مستمتع ضمن زوار مهرجان مسقط تحديدا حديقة العمرات. مساء الخير أستاذ عصام. مساء النور، أهلا وسهلا. كيف الأجواء تعجبك؟ الحمد لله، والله أجواء جميلة ورائعة، وعادات شبيهة بعاداتنا تقريبا، ونفس طبيعة الحياة تقريبا، وأجواء جميلة جدا. وين تروح في المهرجانات عادة أستاذ؟ والله نيجي القرية التراثية ونشوف الرزحة العمانية، بعض الفرق المسرحية كمان يعني نتفرج عليها، جميلة جدا الأجواء بشكل عام كلها حلوة يعني. أجواء ترى أستاذ عصام تعرف أجواء فرح، يعني واحد لما يوصل للحديقة مع زحمة الناس مع الناس، ركن للتراث، ركن للمأكولات، الفعاليات، الأطفال، يعني تحس أنه فعلا الحياة فيها يعني في لوحة من البهجة. صحيح، هي لوحة مشكلة، لوحة فنية مشكلة، يعني بتلاقي عدة أشياء بنفس المكان، من الأشياء التراثية للأشياء الحديثة للأزياء للألعاب لأطفال، يعني كل شيء تقريبا موجود، يعني كثير الأطفال استمتعوا وإحنا استمتعنا والله. شكرا سلام. أهلا وسهلا. إذن معنا الوالدة نعيمة بنت عبد الله محمد عقرباوي. الوالدة نعيمة جاية من الأردن، طبعا هي ربت بيت، قالت لما وصلت المكان حسيت انا لازلت ايضا في بيتي، وعجبها بعض الاشياء. مساء الخير. هلا مساك، الله يحييك. كيف حالك؟ والله يجبر خاطرك، والله الحمد لله. كيف صحتك؟ والله الحمد لله. الله يعطيك الصحه ان شاء الله. الله يحفظك، الله يقويك يا رب. والده نعيمه ايش عجبك في المكان وين رحت؟ اول شيء اهلها عجبوني، اهل عمانيين عجبوني كثير، طيبين ومستقبلوا الضيف وبرحبوا فيه. والله بعدين اللي عجبني هنا المهرجان هنا، يعني كاني في بطني، كأني بين أهلي هنا، مش غريب والله، حاس حالي في الأردن وزيادة يعني. أنت في بيتك؟ الله يجبر خاطرك، والله الحمد لله رب العالمين. والدة نعيمة وين ودوك قبل المهرجان؟ ودوني على مسجد محمد الأمين، يعني في حياتي ما شفت أحلى منه، في حياتي والله، صار عمري 65 سنة ما شفت أحلى منه. ورحتي وين؟ رحت على مصلي على محمد، على غبرة وعلى غبرة الغبرة الغبرة وعلى الشاب وعلى اللهم صلي على محمد مطرح. السوق مطرح هذا كأنه في بالأردن في عندنا سوق بخاري يقولوا زي سوق يرجعك لزمن. والله يعني كثير هون، يعني كأني صار عمري 20 سنة هون بالأشياء هاي الشعبية، والسعن هذا رجعني على جدودي كانوا هيك. وانت عمرك اصلا 20 سنة والدة نعيمة، لانه العمر يقاس بمدى حياة الانسان في فرح وسرور. والله يعطيك الصحة. كنا نعمل هذا السعن، اللبن والزبدة والسمن نسويه زيكم، يعني ما في فرق بيننا وبينكم. والله اني انا مبسوط كثير هون عندكم، كثير كثير يعني. شكرا، احسنت. من ايام زمان. الله يعطيك الصحه يا رب، ونتمنى لك زياره موفقه ان شاء الله. شكرا. عمرك الله يجبر خاطرك، الحمد لله. احسنت. اذا شكرا استاذ عصام. اعزائي المشاهدين، لازلنا معكم في حلا مسقط، اجواء جميله واكيد اجواء الفرح نتمناها دائما، وكل ما يزورنا في السلطنه هو في بيته، ونقول دائما البيت بيتك. اكيد الرجوع الى الاستوديو ابو محمد، الكلمه لك. ما في هنا لا همسة ولا حركة ولا شيء، كاميرات راصدت لنا يا ريال. قلنا ناخذ فرصة وانت قاعد تحاور الا ابو فيصل يقطع حتى على الشاي. اتوقع ابو محمد كانه ما اخذك تشرب شاي. هذه سبحان الله، يعني كما تدين تدان حبيبي.
أنا نحن السابقون وأنتم الأعقوبون. مشكور وتحية لضيوفك الرائعين، ومرحب بكل ضيوف السلطنة الحقيقة، أشقاء وأصدقاء وين ما كان ترحالهم ووجودهم ومكانهم هم في دارهم وسط أهلهم أساسا. شكرا استاذ خالد، الكلمة لك. شكرا، شكرا جزيلا لك. هي الفقرة الوحيدة اللي ممكن واحد يتقهوي فيها، لكن أبو فيصل ما في فايدة. الآن نشوف الزميلة أمجاد إيش محضرتنا اليوم. أمجاد في نفس الوقت جديدة لكم أعزائي المشاهدين. قبل شوية كنت في القبة الفلكية، جولت واستمتعت فيها وجلست وشفت الأفلام الجميلة العلمية اللي طبعا تعرض للزوار هناك، الأطفال والكبار. أنا حاليا في وسط قرية الطفل، تحديدا في مركز الاستكشاف العلمي. خضت كذا جولة سريعة على الأركان الموجودة هناك، فعلا أيضا في تنويع جميل للأركان الموجودة. إن شاء الله في الأيام القادمة راح أحاول أني أغطي لكم كل الأركان الموجودة هناك. معي مجموعة من الأطفال، هم طبعا لما شافوا الكاميرا كلهم حبوا أنهم يجوا ويشاركوا في البرنامج. أبدأ فيك يا شاطر، إيش اسمك؟ حيدر. والنعم فيك يا حيدر. وإنت يا شطورة؟ عهد. والنعم فيك يا عهد. وإنت؟ أيهم. عبد الرحمن. سارة. هاجر. ريماس. حلوة، هذا طبعا جاي في النص ما تريد تتكلم، أعرف ليش. إيش اسمك؟ حور. حور؟ كيف حالك يا حور؟ خير. شاطر أنت؟ زين. أبدأ معاك يا حيدر. حيدر خبرني، استمتعت؟ نعم. واجد؟ واجد. وين زرت هنا؟ وين تمشيت؟ قرية ثلجية. بس قرية ثلجية، أهم شيء القرية الثلجية لأنها وايد حلوة. أنا لما رحت هناك استمتعت بالثلج؟ نعم. ما برد؟ شوية برد؟ ايوه. بس أهم شيء استمتعت صح؟ نعم. وانت يا حلوة خبريني، انت في دينك الروبوت، معنى هذا الشيء معناه انك رحتي اسم الجزء المخصص الروبوت صح؟ ركن الروبوت صحيح؟ نعم. استمتعتي؟ نعم. وعرفتي كيف صنع الروبوت؟ نعم. وان شاء الله راح صنعي صح؟ نعم. نعم؟ نعم. ايوه. وانت يا شاطر طبعا. هو اصدقاء اعزائي المشاهدين كان معانا من بداية البرنامج واصر انه يشارك معانا. خبرني استمتعت هنا؟ ايوه. لعبت؟ ايوه. زي الزعلان؟ ها؟ ابتسم؟ لعبت؟ ايوه. واجد؟ ايوه. استمتعت انت والماما صح؟ انت جاي معاها، انت حاب تقول كلمة صحيح؟ يلا تفضل قولها بصوت عالي عشان المشاهدين يسمعوك. يلا. يا رب يرجع بابا أبوس السلامة. اللهم آمين. طبعا هو حب إنه يعني يشارك مشاعره، هذه المشاعر الذي اشترك فيها كل شعب عمان، حب إنه يعني يدعي لبابا قابوس يا رب إن شاء الله يرجعه بالسلامة سالم وبعافى. أي أنت أيضا يا شاطر، أنت في دينك الروبوت، هم زرت ركن الروبوت صحيح؟ نعم. خبرني عن هذا الروبوت اللي في دينك. هذا طبعا صنعناه في هذا المكان ويشتغل بالأجهزة. في المطعم يشتغل. هذا نعم. هذا فيل صح؟ ها؟ هذا فيل. نعم هذا فيل. إيش سويت أنت في ركن الروبوت؟ إيش سويت؟ يعني جمعت أول شيء القطع السهلة، ومن ثم القطع المتوسطة، ومن ثم الكبيرة. زين، إيش الفائدة اللي استفدتها؟ ابتكار العلمي. الابتكار العلمي. أنت قبل كنت تعرف كيف صنع الروبوت؟ نعم. كنت تعرف؟ يعني. والحين تعرفت أكثر على الروبوت صحيح؟ نعم. إن شاء الله لما تروح كذا الفصل الثاني راح تخبر أصدقائك إيش سويت؟ إن شاء الله. إن شاء الله، وراح تخبرهم تشرح لهم كيف صنعوا الروبوت، وأنت بعد الهواء أريدك تخبرني كيف صنعت الروبوت، تمام؟ تمام. أنا أريد أتعلم بعد. تمام. إنزين حور، آخر واحدة معانا. حور حبيبتي، استمتعتي هنا في المهرجان؟ جاية مع من؟ مع ماما وبابا صح؟ جاي مع بابا، بابا واقف قدامنا الحين صحيح؟ بتروحي بعدين بتلعبي كذا؟ إن شاء الله؟ قولي أيوه. أيوه. أيوه شطورة يا حور. إذن أعزائي المشاهدين كل الأطفال ملتمين حولي كلهم مستمتعين وأيضا منشغلين بالفعاليات الموجودة هنا، عندنا ركن الروبوت، ركن الاستكشاف، ركن التعلم الإلكتروني، السينما العلمية اللي إن شاء الله راح أدخلها في الأيام القادمة، كلهم كذا مستمتعين بما يقام من فعاليات، هذا دليل إنه الفعاليات المقامة هي فعاليات تشد الصغار قبل الكبار، أنا في قرية الطفل وكل الأطفال الكبار حتى جايين حابين إنهم يتعرفوا على الفعاليات الموجودة هنا، يعني هذا الشيء مو بس يستقطب الصغار، هم أيضا يستقطب أولياء أمورهم. إن شاء الله راح أتجول كذا في قرية الطفل وراح أعرض لكم أبرز الفعاليات الموجودة هنا. الآن عودة لاستكمال ما تبقى من البرنامج.
وبعد ما شاهدتوا كيف ان الحياة مليئة بالاختصارات، خلوني اخبركم عن صديقي حمد. حمد انسان رائع ويحب النظام، لكن في يوم من الايام كان مهموم وطالع مع زميلة سالم. ما اطول عليكم، سمعوا السالفة. مهموم اشوفك يا بشهاب، ايش فيك متقدر الخاطر؟ وكعوب تشكي او منصاب، قلي وانا اخوك لا تكابر، قلي وانا اخوك لا تكابر. يا اخوي مشكي بلا ولا عود، ولا شاكين من هاجر مزيون، خالفني رادار وانا سوق، ومبعادتي اكسر القانون، ومبعادتي اكسر القانون. سويت يا اخوي فعل شين، ادفع غرامه وذا دستور، الشرطه سوت نظام زين، دفعك ترون وبلا طابور، دفعك ترون وبلا طابور. دفع الكتروني بلا طابور. www.rop.gov.om اختصرها احسن وريح بالك.
عشان خاطر البنوتة الحلوة الصغيرة ما نكمل معها، لأن هي مستمتعة أساسا بهذه الرقصة الرائعة الحماسية الجميلة لفرقة جميلة بحماس رائع وجميل ومهارة واتقان. هذه ما شاء الله بعدها مستمتعة ضحكة وابتسمة وفي الأخير ما في شلوها هذه يعني. فما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليها والفرقة، وأنا شايف هذه المهارة الرائعة من الفرقة. حفيظ، تفاعل حلو كذا بين أفراد الزوار الحاضرين معنا في ميدان حديقة العامرات أو أيضا في الحديقة الأخرى من ميدان حديقة عجبتني الحركة في الأخير ما في إلا يشيلها ما في، لأنها كانت مصرة باندماج رائع قاعدة هي طبعا ما لها علاقة بالموضوع بالموضوع نهائيا، وهي مستغربة إيش يسوي الحين. بالضبط بالضبط، بس متعة متعة متعة، وفي مجموعة من العوائل مستمتعة حوالين هذا المسرح المنقول الآن تلفزيونيا من خلال فقرة من فقرات برنامج هلا مسقط. الاستوديو تحول عندنا ما أعرف وضح ولا ما وضح إلى شكل آخر، أنا شايف صخر تحول إلى إضاءة، شايف معك؟ البعض بيقول إنارات زينة، البعض منهم بيقول إنارات زينة، والبعض راح يستفسر، والبعض راح يقول يتكلم كثير ما فهم الموضوع. أنت شو تقول؟ خلي من خلال ضيفتنا الكريمة نتعرف على الموجود والحاضر معنا، معي شريفة بنت علي الكندية رائدة أعمال، الحديث حول مشاركتك في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المهرجان في هذا الركن بالتحديد ملح الهملايا. مساء الله بالخير. أهلين. مساء الخير شريفة. مساء النور. نورتينا، أضفتين للكثير، نورتي الاستوديو بنور ربما مختلف أو إضاءة مختلفة. خلينا نتعرف عليك بإيجاز، من شريف الكندية؟ أنا شريفة بنت علي الكندي، أنا شريك في مشروع طائر الفنيق اللي هو تابع. اسم المشروع عفوا؟ طائر الفنيق اسم العلامة التجارية اللي هو تابع لشركة بهاء الشمس للتجارة. طبعا احنا مشروعنا اصلا هدف ان احنا نسوق اسلوب الحياة الصحي والمثالي واللي يحسن من جودة الحياة بشكل عام يعني. فاحنا مهتمين في المنتجات الطبيعية والعضوية تحديدا. فطبعا هذا المنتج اللي احنا الحين لك يعني اطلاع عليه، لأنك قلتي لي طبيا وصحيا، انت لك اطلاع عليه هذا الموضوع؟ لك اطلاع عليه؟ طبعا احنا مهتمين في هذا الشيء في المنتجات العضوية الصحية يعني. ايه. الصحية والعضوية يعني قارية عن هذا الموضوع او متابعة هذا الموضوع؟ ايوه طبعا احنا في يعني قرينا اشياء كثيرة واحنا جربناها قبل ممتاز. ما نقراها اصلا احنا جربناها وشفنا التحسن في ونتائجها. صحتنا ونتائجها وسبحان الله، وبدينا نبحث عن الموضوع فلقينا في أبحاث ودراسات علمية أصلا عملوها يعني على هذه المنتجات. هل أخذت هذه الدراسات من الكتاب اللي معك؟ أشوف كتاب أيوة معك. نعم هذا هو الكتاب، طبعا هو كتاب لطبيبة ألمانية متخصصة هي في الطب الشمولي، فهي كتبت كتاب اسمه إذا ترجمناه العربي الماء والملح جوهر الحياة، الماء والملح. الماء والملح والملح نعم. يعني نعم الآن نعم. باختصار تبي تقولي لي أن هذا ما صخر، هذا ملح. ملح الآن هذه طبعاً. الإضاءة طالعة من ملح. أي من ملح. لا وضحي هذه السالفة أيوة. كيف؟ طبعا هذه منتجات ملح الهيمالايا البلوري، هو يستخرج من جبال الهيمالايا في الجزء الباكستاني من جبال الهيمالايا، وطبعا عملوا دراسات وأبحاث علمية عن هذا الملح، إن هم اكتشفوا أنه هو أجود وأنقى نوع ملح متوفر على سطح يعني الأرض. يعني ما أي ملح وما من أي مكان. أيوة من جبال تحديدا من جبال الهيمالايا في باكستان. تمام ايوه. وطبعا يتميز هذا الملح مع الاملاح الاخرى انه هذا الملح اصلا هو ملح بلوري مش صخري، يعني هو كيف صار بلوري؟ انه هو تعرض للضغط الهائل ملايين السنين. تمام. فطبعا هذا الملح تكون نتيجه تبخر المحيط الابتدائي لما تكونت اصلا جبال الهيمالايا، فاحتجزت في الظاهرة التكتونية لما صارت احتجزت جبال الهيمالايا جزء من الماء المحيط الابتدائي، فتبخر الماء المحيط الابتدائي فبقى وراء الملح،
فمع الضغط الهائل شريف مذاكرة حضرت زين كم عمر المرحلة؟ 250 مليون سنة. لا 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 مذاكرة 100% شريف. أنا كده قاعد إيش يختلف؟ أسمع حصة علوم. إيش اللي يميز الملح الهملايا عن الملح الطبيعي؟ طبعا هو في أملاح كثيرة طبيعية، في ملح البحار، في ملح الصخري، كل هذه أملاح طبيعية، بس جودة الملح تعتمد إذا هي كانت مدى بلورات كيف قدم البلورات، كيف الضغط اللي تعرض لها لهذا الملح. فهم عملوا اصلا تحليل فيزيائي حيوي وفي تحليلات اللي هي تحليل الكيميائي الحيوي. طبعا في التحليل الكيميائي الحيوي ما ممكن تكتشف كل المعادن، في التحليل الفيزيائي الحيوي انك تقدر تكتشف المعادن الحيه عن طريق يعني قياس ذبذبات الطاقه، ترددات الطاقه لكل ماده، فالكل ماده لها ترددات معينه. طيب عمليا الان شريف احنا عندنا اكثر من نوع هنا في الاستوديو. نعم. على اقل تقدير ربما في محلكم اكثر من نوع. الخيارات أيوة. تكون متاحه. أيوة. انا كانسان الان خذيت هذا الشيء، خليته في البيت، في الغرفه، في المجلس، في اي مكان. ايش هو التاثير الايجابي اللي بيصير لي وبيصير على اسرتي في البيت مثلا؟ ايوه طبعا هذه المصابيح هي تطلق ايونات سالبه. الايونات السالبه هي الايونات المفيده اللي احنا اصلا نحتاجها، وهذا الايام احنا نفتقر الايونات السالبه. ليش؟ لان اصلا الحين صار في كهرباء وفي كمبيوتر. أيه. اجهزه الكمبيوتر. طبعا الكهرباء واجهزه الكمبيوتر والتلوث هم اللي يطلقوا الايونات الموجبه. فالحين احنا صرنا معرضين جدا للايونات الموجبه، فلما تروح للطبيعه، تروح البحر او تروح مكان نفسيا تستنشق هواء كذا نقي. ايوه نقي، هذه هي الايونات السالبه. فهذه المصابيح تعطي نفس التاثير، تطلق هذه الايونات السالبه واحنا نستنشقها، فبالتالي تقوي من مناعتنا. طيب. شريفة بس هي مجرد إنارة وإضاءة فقط، ولا هنا في استخدام ملح مثلا للشرب، ولا بطريقة معينة تستخدم هذه المنتجات؟ أي ممكن تستخدمها حتى بطريقة ثانية، يعني ممكن تعمل حتى من هذا الملح يجي منه مطحون. وممكن تعمل وري الناس وري الناس. أيوة. هذا مثلا هذا النموذج. أيوة. اللي عندنا هذا الآن النموذج هنا. أيه. هو المطحون، وطبعا هذا الملح ممكن يستخدم كبديل للملح المائدة اللي معروف. فطبعا هذا الملح بيكون ملح عضوي وغني بكل المعادن اللي يحتاجها جسم الإنسان، يعني صالح الأكل. أيوة صالح الأكل 100%. الملح الطبيعي العادي اللي نحطه في أكلنا أساسا. أيوة. ممكن. أيوة. نستفيد بهذا. أيوة ممكن تستفيد. إيش قلتي لي مرة ثانية، ذكريني إيش الميزة اللي فيه تختلف عن الآخر اللي موجود في السوق؟ إنه هو ملح بلوري عضوي. بلوري. طيب. عضوي. هذا الآخر اللي عندك هذا ملح؟ أيوة نفس الشيء، هذا ملح ولكن هذا يعني بحبات أكبر. أيه. ما مطحون. نفس الشيء ممكن يستخدم يعني للأكل. ويمكن نعمل منه حتى حمام ملحي. وهذه الأشياء وكذا. ونقع الأقدام واستخدامات مختلفة. جي. يعني جبتي لنا شيء مغطى هناك ما أعرف ليش. نعم. ما انفتح. أيوة. ما أعرف هذيك الكيس خليه مثل ما هو. أيوة. بس اشرحي لي اياه بايش يتميز مثلا. طبعا هذا الكيس في داخل يحتوي على ملح اللي هو الملح هذا المطحون، وكمان هو جدا مفيد لتخفيف الآلام، كثير فعال. أيوة. يعني كيف يعني إذا واحد عنده مثلا ألم في البطن أو في الظهر. يوضع في منطقة الألم يعني على الأقل كذا مثلا 15 دقيقة ل 20 دقيقة. وبيحس بالتحسن. ليش؟ لأن هذا الملح بسبب خاصيته، لأنه هو بلوري فخاصيته آيونية، إنه يقدر يتغلغل داخل خلايا جسم الإنسان. طيب أنا عندي سؤالين بشكل مختصر وسريع شقين. الشق الأول، هل الملح الطبيعي الآن له أعراض جانبية، وهل هذا الملح هو الملح نقدر نقول الصحي؟ طبعا هذا الملح صحي، لان هذا الملح اصلا طبيعي 100% ما في فيه اي اضافات. فهذا الملح اصلا حتى الاطباء اصلا المتخصصين في الطب التكاملي اصلا هم ينصحوا بهذا الملح. ليش؟ لان اصلا خلايا اجسامنا فيها فتحات صغيره جدا، هي تسمح بس الجزيئات اللي هي صغيره جدا تدخل داخل الخلايا. وملح الهيمالايا قادر في هذا الشيء، لان التركيب الذري فيه كهربائي وليس جزيئي. هو اساسا المعنيين. أيوة. او الاطباء او غيره يقول لك ينصحوك من اثنين لونهم ابيض، انك انت تقلل منهم قدر المستطاع. ملح والسكر. 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 الملح والسكر. متى ما اعتدلت في هذه المساله ان شاء الله كذا الله بيجنبك كثير من هذه الاشكاليه. انا عندي شيء ما له علاقه بالكهرباء، بس هذا له علاقه بالكمبيوتر اتوقع. صح. أيوة شريفة؟ هذا له علاقة بالكمبيوتر بس يضيء. أيوة ممكن تشغله في الكمبيوتر أو تشغله في السيارة،
فلان في الكمبيوتر يعني الكمبيوتر اصلا يطلق ايونات موجبه بكثره فهذا المصباح انه يقضي على هذه الايونات الموجبه ايوه وينقيها فبالتالي احنا نستنشق هواء نقي. سويت لنا قلق يا شريفه كل الله. الناس الان يا قاعده على ايباد ولا قاعده على كمبيوتر ولا قاعدة على جهاز طول الليل وطول النهار هذه مشكلة بعد. أيوة. بس بغيت أضيف حاجة شيء أنت قلت بالنسبة للملح والسكر طب هم يتكلموا عن الأبيضين الاثنين اللي هم مضرين. أيوة هم أصلاً يقصدوا بالملح المكرر أو السكر المكرر. أيوة. الملح المكرر. الطبيعي أصلاً هو اللي إحنا نحتاجه. المكرر. هل أيوة أيوة. في أضرار أيوة. إحنا كانوا أهلنا من وين الملح كانوا يجيبونه؟ يجيبون من البحر وكذا من البحر. ولا زال. هذا هو أيوة هذا هو الملح الصحي اللي إحنا أصلاً نحتاجه. يعني. أيوة. أنا بس بعرف وين المكان غير عن أنتوا عندكم موقع الآن ومكان في العامرات. أيوة في العامرات. من ضمن فعاليات مهرجان مسقط صحيح. نعم. وين نعم. موجودين؟ في قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. هذا هو في في هذا الركن في مجموعة الحقيقة من شبابنا الرائع. أنا أوجه لهم تحية وأوجه تحية أيضا للهيئة هي المعنية بهذه الخيمة بالتنسيق طبعا مع الأخوان في بلدية مسقط إتاحة الفرصة لشبابنا وبناتنا وخواتنا بأن يكونوا موجودين يتعرفوا عليهم الناس بشكل أو بآخر. أنا شايف الإقبال عليهم شوي نوعا ما معرف يمكن ماخذين زاوية بعيدة عن العالم بس أنا أتمنى فعلا أول ما تكون موجود في حديقة العامرات تسأل عنهم لأنه يحتاجون إلى مثل هذا الدعم حتى لو ما اشتريت بس تعرف عليهم واقترب منهم شجعهم حمسهم حتى ينطلقوا إن شاء الله. شريفة لكم مكان يعني عندك أنت المحل اليوم في مكان معين؟ في حالي لا بس إحنا إن شاء الله بنفتح مكان قريب إن شاء الله. متشجع شكلك أيوة. وجيد وسوق التكرن جيد لهذا الموضوع صح؟ أيوة. ما حد ينافسكم في السوق؟ والله طبعا المنافسين ممكن يكون من أي مكان يعني بأي منتجات طبيعية أي منتجات عضوية ممكن يعتبرون نفس الشيء منافسين يعني. طيب. أيوة. بس أنتوا عندكم هذا الإصرار؟ ان شاء الله حتى لو كانوا أيوة. موجودين لكن ان شاء الله العمان بيثبت وجوده باذن الله ان شاء الله ايوه احنا اصلا احنا هدفنا ان احنا نسوق كل ما هو يعني مفيد بالنسبه لنا يعني بالنسبه للناس يعني ايوه جميل مثل ما قرات في بعض الصحف العالميه وسؤالي الاخير ان هذا المنتج قد يساعد قد الله اعلم في لمدمنين المخدرات ايوه صحيح لا هو اصلا مساعد يعني لان اصلا عملوا دراسه في سويسرا لمدمنين الهيروين اعطوهم هذا الملح بس طبعا هم حضروا لهم يعني محلول ملحي لان اصلا من هذا الملح ممكن تعمل محلول ملحي اللي هو اسمه السولي وهذا اصلا طبعا لازم انت تحضره بمقاييس معينه وينشرب اول الصباح زين على الريق يعني وهذا اصلا يوازن الضغط وكمان يوازن اي شيء غير متوازن ويقلل من الرغبه في مسببات الادمان فهم عملوا دراسه ونجحت انه هو يعني ساعدهم في يعني انهم قلل من الرغبه في مسببات الادمان. شريف احنا نحييك مثابرتك اجتهادك تمكنك من المعلومه حتى تشرحين لنا بالطريقه هذه اللي اقنعتينا فعلا انه ممكن نروح الى محلكم عشان نشتري كثير من هذه الاشياء. شريفه بنت علي الكنديه رائده اعمال ومشاركه من ضمن الجناح المخصص للمؤسسات الصغيره والمتوسطه في مهرجان مسقط كل التحيه لك. شكرا جزيلا. شريفه تستاهل بشكل سريع نبدأ عن الانستغرام او كيف الوصول لك؟ ممكن توصلون الانستغرام phoenix_rises_above ايوه phoenix_rises_above جميل استاهل يكونوا موجودين في المكان المخصص في المؤسسات الصغيره والمتوسطه اشكرك يعطيك العافيه شكرا محمد المشرفي غاب علينا ايه صح المشرفي وين موقعك وايش اللي محضر لنا اياه مساك الله بالخير محمد السلام عليكم أعزائي المشاهدين موجودين أستاذ خالد دائما هنا نبحث عن الحرف التقليدية والأشياء الموجودة هنا في المهرجان نعرف فيها مشاهدينا معنا اليوم حرفة جميلة من حرف الآباء والأجداد اللي هي استخراج الملح هذا الذهب الأبيض مثل ما يسمى راح نتعرف عليها أكثر على كيفية استخراجها من الوالد حمود بن ناصر البطاشي السلام عليكم الوالد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شرفتنا وشرفتنا بوصولك ونورتنا الله يخليك كيف الحال كيف الاهل والاخوان كلهم الحمد لله في علوم تسلم ودوم في اخبار ابدا ما سمعنا في زايد علوم حيا مرحبا
ماشي عليهم والله ما ابهوا الحمد لله الله يبارك. الوالد نريد نتعرف ونعرف المشاهدين الكرام على كيف كيف كنتوا تستخرجوا الملح ايام زمان والحين. نعم هذا اسم ما يطلق عليه حرف خور الملح ولاية قريات، وهذا من الاف السنين كان متواجد من الشياب والاهالي لما شبينا وطعنا معهم وشطعنا معهم. نعم الخور الملح هذا فيه اسماء ومناصب مواقع كميات حال الناس اموالهم شيء حاله وشيء ثاني وشيء ثالث. نعم اولا ابتداه سماه له الجمد، ثانيا الصفا، ثالثا القدامي، رابعا المعقل، خامسا المرقوط. هذه مسميات الخور كامل، الاموال الذي في الخور والاستملاك، يعني الخور من بدايته لنهايته هذه مسميات نهايته عاد جسم المرقوط. نعم هذا خور الملح متواصلين في خدمته في صحيح في اعماله، انه نعمله سطور وسطور لين يتلي لين كل لين فيه هناك كميه العرض الذي حال الذي صاحب المال او حالي او حد ثاني. زين الحين الخور هذا يتكون من اسطر وحيضان، هو نسميه احنا سطور، السطور حيضان، كل سطر فيه اربع حوض والثاني خمسه حوض، فيه هناك على امكنيه الارض في 10 حيضان. الحوض كم متر في كم متر تقريبا؟ متر في عمقه متر واحد ومربع في 3 متر مربع، فما بعد نقوم عن حفرة ونصفيه عن الحمد عن الطين عن التربة ونخلي الحوض متمايز، وفي باطن الأرض في ماية والماية هي بحرة، فلكن في أيام الشتاء شوي يمكث جهة البرودة، وفي أيام الصيف يعني جيد. نعم في أيام الصيف في الأسبوع مرتين الملحة من سار وتكامل بالملح فوق طاقة الماء، تبقى الماء راكدة تحت والملح فوق بعد خضنا المحصول تمنينا عنه في مدة الصيف. فترة الصيف هي الأفضل، أفضل وأجيد محصولة يتكون. كان أولا كان الشياب بهذا السدس حبياب العين بثلاثين سدس نسميه قري، يسميه شياب قري، وهو القري عليه 60 سنة، سدس بين كيلة بهذا الكيلة. نعم هذا سدس، نعم هذا السدس نسمي عليه قري، هذا السدس نسمي عليه قري. فما بعد نقف جواني في الشتاء شوية يمكن. أول أيام زمان كان السدس كم تقريبا بكم تبيعوه؟ انباع السدس أول كان صرف أول حفظنا كان مع شياب 160 بقرش القرش قرش في العمله الاوليه خمس بيسات ست بيسات تسمع الجونيه القرش قرش ونص. وتوب كم الجونيه؟ خمسه ريال سته ريال الملح الجيد الزين الصافي في بعد يعني اشياء كثيره تحصل منه، هذا حال طبيخ العيش حال الخضره حال المالح حال العوال حال كل حاجة يعني. فالآن تو تاخذوه عماير الفلات حتى طاقة الكهرباء عرت يخلط مع الفحم يعطي طاقة الكهرباء، واحد يبقى يفتح كهرباء يسوي له عرت السخام والملح. ثالثا عن شو اسمه حال المصنع الثلج يعطي طاقة. رابعا الكمية الذي نستخرجها من الخور نقفعها جواني نشيلها في زمن السابق مع الشياب على بوش على الركاب على المناطق على الأسواق على الحلل، والكمية الزايدة نشيلها إلى الفرضة، الفرضة تسمى جنب الصيرة ولاية قريات، نشيلها نخشاب بدان إلى الخارج والبقية في المحلات. الوالد يعني بعد هذا الحديث الجميل اللي تكلمت فيه وعرفت فيه مشاهدينا على كيف استخراج الملح ومن وين يستخرج وكل، وعرفتنا على مسميات جميله جدا، نحن شاكرين لك هذا اللقاء الجميل، نشكرك ونشكر اللي مثلك اللي دائما يساهموا في تثبيت هذه التقاليد.
اشكرك. نعم بعدني بأضيف بأضيف. ايش بتضيف تفضل؟ اسمع اضيف يبغى حوف الزمن سبقني سبقة عالقة مثل سبيغة يوسف في يد الدلال مثل سبيغة يوسف في يد الدلال آسف ستة منار اللي ساير بحر الغزر وكل منار منور بدوره بينه ومنبره في ضربة الشلي مسافر بحتذر يوم القمر نيم السهيلي سايره يوم القمر نيم السهيلي سايره. أحسنت الوالد أحسنت أحسنت. اللهم ربي يعود لنا مولانا وروحنا جلالة السلطان بالشفاء والعفاء والصحة الدائمة ويدوم لنا له وظهره روحنا وقائدنا. اللهم ربي يلبسه ثوب العافية ويعود لنا علي سالم غانم يا رب العالمين. رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين. بعد هذا الدعاء وبعد هذا الكلام الطيب وبعد كل هذا كل ما هو جميل قال الوالد نستكمل باقي فقرات هلا مسقط. الموضوع اللي قاعد يتكلم عنه جانب الحقيقة رائع الوالد بس الجزئية الأخيرة اختصرت كل شيء. حنان شوف دعاء صادق من كل عماني الحقيقة ومحب لعمان ويما أكثرهم بأن يعود مولانا جلالة السلطان تاج عمان وروح عمان ووالد أهل عمان إن شاء الله يعود لنا معافى سالم بمشيئة الله ونفرح بعودته. قضية الملح اليوم ما أعرف يعني جت كذا بالمصادفة سبحان الله وهذا كان في يوم من الأيام مصدر رزق لكثير من البيوت العمانية ولا زال يعني مثل ما سمعت الآن مرغوب الملح اللي من الخيران وكذا وغيره بس يبي له ناس متخصصة مع أي حد يا حفيظ. فعلا فعلا كانت شريفة بصراحة اليوم شريفة اللي عجبني فيها أول شيء المعلومة اللي عندها صحيح وتمكنها أيضا في بحث واستقصاء عن المنتج اللي معاها ما فقط عندها مشروع ورائدة لا. أعمال لأن إذا اليوم ما تطور نفسك وتقدم نفسك بشكل أفضل راح ينافسوك الكثير. لا وإذا ما متمكن من اللي قاعد تقدمه وما تعرف تشرح للناس إيش اللي عندك بالعكس السوق مليان فعلا. والمنافسين كثر والسوق السوق إلى اليوم مع الأسف ما سوقنا يعني مسيطر عليه مع الأسف عشان كذا العماني شبابنا خواتنا بناتنا لازم يجتهدوا وعندهم يكون نفس هذه نفس هذه الطاقة الإيجابية الجميلة اللي عند شريفة مثل ما يقولوا شيء ما في مرحميني لا 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 السوق ما يتحمل للمنافسين صحيح وأيضا اللي قدمته اليوم يعني شوف ما عندها محل لكن تروج عن نفسها في الانستغرام انا تابعتها على الانستغرام وعرفت عنها الكثير وما ظلت تتحجج بالماده والدعم صحيح. والماده وغيره مجموعه منهم الحقيقه بادين واليوم اليوم بعد الندوه الاخيره في جامعه السلطان قابوس وقراءه كثير من البنود ما عليه انا عارفك تنتظرين امجاد كثير من الامور ان شاء الله مسهله لامر شبابنا وشاباتنا يلا يا امجاد وينك أنا طبعاً خرجت من قرية الطفل اللي كنت متواجدة فيها وقضيت فيها فعلاً أوقات جداً رائعة مع الأطفال وأيضاً تعرفت أيضاً على الروبوت أنا كنت قبل ما أعرف كيف يعني يتم صناعة الروبوت الحين شوية زادت معلوماتي على الروبوت وكيف يصنع الروبوت حلو أن الأطفال هم اللي علموني فعلاً إيش هم تعلموا في جزء الخاص بالروبوت يجوا خبرني الطفل اللي كان قبل شوية معي خبرني كيف يصنع الروبوت هذا شيء جداً رائع من الأطفال اللي هم فعلاً يعني يستفيدوا والمعلومات اللي تم موجودة وحاضرة في بالهم طبعا أنا خرجت الحين ومعاي عائلة هندية كانت متواجدة هنا في المهرجان حبوا أنهم يشاركونا What is your name? أبيا 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 How old are you? Six Six Okay And you What is your name? أملا 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 How old are you? Eight Eight Okay Tell me This is the first visit to you to the festival? No No So you came here before yeah? Yes Okay Tell me What did you like? I like here the kids village. Oh, you like the kids village. Okay. What did you do there? I didn't do anything. I went to see. Oh, you went to see. Okay. What did the most thing you like there? Painting competition. Painting competition. Okay. What did you draw there? Sorry? What did you draw there? What did you paint? I didn't draw anything. You didn't draw anything. You just see, yeah? Okay.
You have a talent. You have told me before. What is your talent? Drawing. Drawing. You will go inshallah and draw, yeah? Yes. Okay. And you have a talent, yeah? Okay. You want to song, yes? Yes. Yes. Okay. Start. Go ahead. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Up the mountain way so high, like a diamond in the sky. Okay. Thank you. Do you enjoy your time here? Yes. A lot? Yes. Okay, you will come again, yeah? Yes. Okay, thank you. Thank you, أيضاً. أنا أشكر طبعاً كل الأطفال الموجودين هنا. طبعاً شوف توافد من قبل جميع الجنسيات المتواجدة هنا، الخليجية والعربية وهم الغير عربية أيضاً أعزائي المشاهدين. تواجد جداً رائع من قبلهم، أيضاً هم مستمتعين. جوهم مع عوائلهم يوم السبت وأيضاً حبوا أنهم كذا يتجولوا. طبعاً إيليا وأختها تجول هنا في المكان وعجبهم أيضاً. هم راحوا أيضاً القرية الثلجية خبروني واستمتعوا بالثلج الموجود هناك. الآن عودة لاستكمال ما تبقى من فقرات البرنامج بعد الفاصل أعزائي المشاهدين. يا دفقة المجدية، ترقبوا السحب على جوائز المزيونة من بنك مسقط لنهاية عام 2014 خلال برنامج هلا مسقط يوم الخميس الخامس من فبراير في تمام الساعة 8:30. الحمد لله الكريم الواحد الفرد الرحيم، جمعنا في يوم عظيم به كلنا مستبشرين، صبيان يكبر الشيم. ايواب الله ايواب، يوم تألق في سماه قابوس وتميز نباه، عالي تعلى مستواه بين الخلايق اجمعين، صبيان كبار الشيم. ايواب الله ايواب، ساعة تولى المسير قاد على منهج بصير، كافح به الصعب المرير، وهذه مزايا الطامحين، صبيان كبار الشيم. ايواب الله ايواب، اربع قبل هنا 40 مرن علينا من السنين، وقابوس حاكمنا اليمين، سلطان به متفاخرين، صبيان كبار الشيم. ايواب الله ايواب، كم من صعايب واجهت هذا المسيره وقابلت، لكن بفكرة سهلت خلى صعايب هاتلين، صبيان كبار الشيم. ايواب الله ايواب، قابوس خلانا في عمان ما نشتكي ضيم الزمان، ارسى قواعده بامان، وشعبه ترى متهنيين، صبيان كبار الشيم. ايواب الله ايواب، الله يعود اهل البلاد ويدوم عز للامجاد، هو ذخرنا والسناد واحنا باسمه هاتفين، صبيان كبار الشيم. ايواب الله ايواب، واليوم هذا يوم عيد فيه الفرح معنا يزيد، نوفمبر الغالي المجيد، رمز وكرام الطيبين، صبيان كبار الشيم. ايواب الله ايواب. اذا هذا الفن العماني الاصيل، فن العازي، الان يقدم على مسرح البرنامج يوميا على هذا المسرح، او خلال ايضا المسرح الرئيسي بحديقه النسيم، فرق عمانيه وفلكلور محلي ودولي ومن مختلف العالم جاءوا هنا ليشاركونا هذه البهجه في هذا العرس الثقافي الفني الترفيهي. معنا في الاستوديو عمار بن حسين البلوشي الفائز بالمركز الاول في الجوله الرابعه من بطوله عمان لسباق السرعه. مساك الله بالخير، يا هلا فيك. مساك الله بالنور وسرور. مرحبا عمار، مساء الخير. مساء النور. مبروك. الله يبارك فيك. وتستاهل. نتعرف على السباق وعلى مشاركتك، وأيضا
كيف شايف هذه التجربة في نادي السيارات وأيضا من ضمن مشاركات مهرجان مسقط؟ طبعا هذه تجربة فريدة، انك تجرب سيارتك اللي تستعملها بشكل يومي. السيارة الخاصة ادوم فيها بشكل يومي، تستعملها في حلبة السباق، تعرف امكانيتها السيارة. لا، هذه محتاجة الى شرح. عادة السباق انا اعرف في سيارات معدة ومهيئة لهذا الموضوع، ان الواحد يسابق في سيارة الخاصة، لا هذه محتاجة الى توضيح اكثر. هذا الحلو في نظام سباق الأوتوكروس، أنك تستعمل سيارتك العادية وتدخل فيها، وما يحتاج، ما فيها أمور معقدة كثير، فممكن أي شخص إنه يشارك بسيارته العادية ويجرب السيارة. هيأت أنت سيارتك بروحك؟ عملت لها شيء من الإضافات؟ أنت داخل سباق عملت لها إضافات بسيطة كقوة السيارة، وهي السيارة أصلا سيارة رياضية في الأصل. غيرت الإطارات فيها أكثر تماسك، وعملت فيها بعض التعديلات في شاصة السيارة بالنفس. طيب عمار، ما يعرف الكثير من المشاهدين ربما سباقات السرعة هذه، إيش اللي محتاج سباقات السرعة وكيف شكلها، وهل أنتوا نظمتوا على مستوى النادي ولا خرجتوا إلى مواقع ثانية؟ والله هذه السباقات أو شيء تكون في حلبات مغلقة مخصصة. المسار يكون مرسوم بأقماع اللي هي اللي تستعمل في الطرق. اللي حلو في السباق أنه ما يعتمد فقط على مهارة السائق. بعد هذه الآن لقطات، وهذه لقطات من سباق الدرف. ما شاء الله، فعلا مهارة رائعة. وما لها إلا هذه الأماكن. ما لها إلا هذه الأماكن. طبعا نحن نشكر جميع العمال السيارات أنه وفرتنا هالأماكن، وفرتنا الفرص أن نشارك في هذه الفعاليات، وفرونا جميع الإمكانيات. يعني شايف حتى الحماية، شايف أن الناس بعيدين وعليهم أيضا حماية، وأيضا المكان مراقب، ومسافة. وأتوقع الأخوان المعنيين المنظمين للسباق متواجدين، وتنسيق مع الأخوان في شرطة عمان السلطانية. طبعاً كل أمور السلامة، هذا عشان أبأكد عليها، كل أمور السلامة في هذا المكان، كل أمور السلامة متوفرة، حتى موجود طاقم طبي مخصص لرياضة السيارات متوفر بجميع عمان السيارات، يكون حاضر في جميع الفعاليات. لا سمح الله حصل شيء بيدخله بسرعة. صحيح. على ايش يعتمد هذا السباق وعلى ايش يكون التقييم عمار؟ هذا السباق يعتمد على التوقيت، من ممكن انه يلف المسار هذا في اقصر وقت ممكن. والمشاركات محلية. في الجولات الماضية كانت في مشاركات من دول الخليج نفس الشيء. كم العدد تقريبا اللي انت فزت الان في هذا المركز المتقدم عمار؟ كانوا سباق امس كان 24 متسابق. ايه، كلهم بنفس عمرك ونفس هذا الحماس وهذه الطاقة. نفس الحماس والطاقة. ايه. طيب انت كيف انفردت؟ لا هو ذا نبي نعرف السالفة، كيف انفردت من ضمن مجموعة الشباب وتحرز هذا المركز المتقدم؟ يعني بايش المهارة اللي عندك ربما مختلفة، او ربما انت المميز عنهم؟ والله هذه هواية، وانا صغير بديت فيها بالعاب الفيديو. بالعاب الفيديو اللي هي كانت تحاكي الواقع. وانا صغير قبل ما اطلع على الليزر. لحظة، انت اي لعبه لحقت عليها؟ الاتاري ولا السيجا ولا البلاي ستيشن؟ بلاي ستيشن 1. مثلي انا. واصل لفور عاد الحين. تمام. بعد كذا انتقلت لرياضه هي الجوكارت. رياضه الجوكارت، سياره صغيره المخصصه في الحلبات الصغيره المغلقه. حلو. بعد الجوكارت في 2013 كابتن حمد الوهيبي عمل، رائع، تحية كبيرة طبعا كابتن حمد، عمل برنامج سماه كاس شباب عمان للراليات، أتذكره، فالتحقت بهذا البرنامج كملاح، فبديت مشواري برياضة السيارات اللي هي السيارة الرياضية المتكاملة في سباقة الرالي كملاح. إذا المسألة ما جت كذا، أنا حلمت بالليل إني أصير بطل راليات ورحت خذيت سيارة وسابقت، مريت على مراحل عمار، وهذه جميلة هذه المراحل. أنا متابع لبطولة الأوتوكروس هذه من 2004. ما شاء الله. بس بديت أشارك فيها بس من قبل 6 أشهر. شاركت في هذا ولا ما شاركت في هذا؟ شاركت في سباق تحمل لمدة 24 ساعة بنفس هذه الرياضة. ممتاز. كانت السنة الماضية الحمد لله حرزنا المركز الثالث على مستوى البطولة، كان في فرق مشاركة من دول الخليج.
وكنا الفريق الأول العماني. ممتاز. اللي أنا عرفته عمار أنك أنت فزت بالمركز الأول في المرحلة الرابعة، يعني نفهم أنه هناك في مراحل، مرحلة ثالثة أو كان في مراحل قبل خامسة وأنتوا نازلين إلى المرحلة الأولى، كيف شكل السباق؟ السباق عبارة عن بطولة موسمية تبدأ، وكل موسم فيه 6 مراحل وكل مرحلة تقريبا الموسم في العادة يبدأ في أيام البرد في شهر 9 وينتهي في شهر 3، وفي كل شهر توجد جولة واحدة، فهذه كانت الجولة الرابعة. نعم. هي مهارة ذهنية ولا فنية؟ يعني أجهزة تضيفها للسيارة ممكن تربحك وتخسرك، ولا هي مهارة تعتمد على اللياقة والذكاء والدهاء؟ في السباق يعني 50% على السائق وال 50% على السيارة. لأن شكلك ناوي صح حفيظ؟ شكلك ناوي ما على بعدين في مشروع. عمار بس باختصار من فضلك، وسيارة مجهزة جهزتها بنفسك؟ جاهزة بنفسك. تمام. حلبة مثل هذه مجهزة كل التجهيز، مهارة جميلة ورائعة ومميزة، هل تنصح؟ هل أنت يعني في يوم من الأيام لو مثلا طلعوا ربعك قالوا لك يلا خلينا نطلع، هل تطلع في مكان عام تعمل مثل ما يقولون بين قوسين كذا تخميس، ولا لا تتوقف تقول لا لازم أروح المكان المخصص لحلبة معدة خصيصا لهذا الموضوع؟ شوف، الحلبة مفتوحة على مدار الأسبوع. إذا أنت محتاج تعمل أي استعراض بسيارتك ممكن تروح الحلبة. حلو. التدريب مفتوح، فما مستحيل أن الشخص يعرف أنه هل أخذ من مفرة من قبل الجمعية ويطلع في الشارع ويعرف حياته. الممارسة الخارجية خطر. خطر طبعا على السائق بنفسه، على جميع الناس اللي حواليه. سيارتك اللي عملتها هذه الزوايد الآن بتسوقها في الشارع العادي ولا لا؟ الزوايد هذه اللي هم زوايد خفيفة جدا، اللي هم ممكن تسوق في السيارة في الشارع ما في أي مشكلة. لكن يعني المبالغة طبعا. طبعا المبالغة، خلاص السيارة تصير كسيارة سباق وما ممكن تسوقها في الشارع أصلا. احنا نتمنى نشوفك في يوم من الأيام مثل زملائك إن شاء الله، وتحية لحمد طبعا الوهيبي، وتحية أيضا لأحمد الحارثي ومجموعة من شبابنا الرائع المتألق في هذه السباقات. عمار البلوشي شكرا جزيلا لك. طبعا أريد أشكر السبونسر اللي ما قصر معي دعمني في هذه الجولة، شركة هوندا تستاهل، وشركة عماسكو ما قصروا معي دعموني في الجولة وفروا لي كل احتياجاتي أسني يظهر بأجمل صورة، وطالع كذا ما شاء الله أنيق وجميل بهذا اللبسة الرائعة هذه. كل التحية لك يا عمار. شكراً. شكرا جزيلا لك. نتواصل وبعدين فكر أنت وين رحت. أنا بالي في اللبسة، تخيل إذا كنت لابسها هل بتصلح علي وتعتقد بو محمد ولا ما لايقة اللبسة؟ لا لايقة. تحمسني أنا أدخل. هو قاصر الحين اللباس ولا قاصر الفعل؟ وبو محمد جزاك الله خير أنك أنت ذكرت أن المساحات هذه مخصصة طبعا وليست عامة. الحين بنشوف طبعا للأسف كل من استلم سيارة في عمر صغير والعمر القانوني اللي يطلع ليسن وراح الأماكن. لا 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 طبعا مثل ما قال عمار، المكان مهيأ بناس متخصصة، وطبعا من ما عنده هذه المهارة يكون موجود هناك. فاصل ونتواصل معكم في الدقائق الأخيرة في هلا مسقط. إشراقت الصواري مشاهدينا الكرام، متابعي برنامج هلا مسقط، هذه هي مسابقة برنامج هلا مسقط، جاتكم من جديد. احنا اليوم هنا في ميدان المهرجان بحديقة العمرات، وبالتحديد في القرية التراثية. بخلفي فن من الفنون العمانية، فن البوزلف، وفن البوزلف من الفنون المشتركة بين الرجال والنساء وتشتهر به محافظة جنوب الشرقية. انشاهد في جعلان، انشاهد في الوافي، انشاهد بكثرة في ولاية صور. بنتكلم اليوم عن الفنون العمانية المغناة. طبعا تختلف الفنون العمانية من محافظة لمحافظة، من ولاية إلى ولاية. اليوم خلونا نتكلم عن الفنون العمانية، خلونا ناخذ لقطات عن الفنون العمانية المختلفة ونشوف سؤالنا لليوم. هو يا ما والمرقد العصابة، هو يا ما والمرقد العصابة، هو يا ما وينا نبي نشارك،
إذن مشاهدينا سؤالنا يقول: من الفنون العمانية المغناة، من الفنون العمانية المغناة أدرج في عام 2010 ضمن قائمة التراث الثقافي الغير مادي للإنسانية، ما هو؟ إيش هو الفن اللي أدرج ضمن قائمة التراث الثقافي الغير مادي للإنسانية في عام 2010؟ إيش هو الفن؟ خلونا نشوف المتسابقين. غير مادي للإنسانية يعني؟ إيش الفن؟ والله ممكن اختيارات، مش اختيارات. لا حاول حاول. والله ها؟ ما أدري والله. ها؟ إيش نقول؟ والله إيش بقول لك؟ ما تعرف؟ والله ما أعرف. فن البرعت. فن البرعت اشتهر فيه صلالة طبعا، محافظ محافظة اشتهر فيه. نعم محافظة ظفار، والإجابة هي الإجابة الصحيحة. تسمعنا بخمسين ريال مقدم من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. شكرا لك، حياك الله. متواصلين معكم مشاهدينا وما زلنا نغطي عن الفنون العمانية، بناخذ لقاء بعد شوي، خلوكم معنا. مشاهدينا معانا الفنانة عبيدة هلال، رئيسة فرقة الاختيار وفرقة البوزلف، ولاية صور. من ولاية صور العفية. العفية نعم. تلمينا عن مشاركتكم عن الفرقة، وهيش من الفنون اللي تشارك فيها الفرقة دائما في فعاليات المهرجان؟ شحشح، أبو الزلف، أمبم، بالحنبورة، كل هذه الفنون. كل الفنون. إنزين، حنا نبي نسمع شيء من الفنون، نبي نسمعها بصوتك. إيش نوع تبغى؟ اللي بتسمعين لي. والله اللي تقول بنتة. إيش اللي تبغى؟ لا أباك أنت شو تسمعين الجمهور من المشاهدين؟ تبغى أنت، تبغى بزلة، تبغى بوم، تبغى تحشح. أبا أسمع بوم. تبغى تسمع بوم؟ أيذن الحين لو سمحت. يأذن. الحين أذن. بعد ما أذن. سمعين. وعالو يعين يودان 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 ويودان يودان يودان ديبو لابد يوم قال ديبو. أنا أبي اسم اثنين من الفنون العمانية اللي تكون مشتركة بين الريايل، بين الرجال والنساء، حريم وعرب مع بعض. مع بعض. إيش من الفنون؟ قول لي. وشفنا الحين شيء من الفنون، أسهل لك. والله يمكن البرعة. لا. أبو زلف. ها؟ أبو زلف. أبو زلف حلو. أيوة. إذا منك وصلت للأول بن 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 بنمشي عندك وبنساعدك في الثاني. أبو زلف. أيوة. إيش من الفنون اللي تكون مشتركة؟ أبو زلف. ها؟ في محافظة ظفار. أعطينا شيء محافظة ظفار. أعطينا شيء في الباطنة. والله ما يحضرني الحين حقيقة، إلا هذا اللي حضرني يعني اللي هو بوزلف. زين أعطيني، عدد لي فنون محافظة ظفار. اللي هي البرعة. برعة. أيوة. و شيء حرف الراء. حرف الراء. ربوبة. إيش اسمه؟ آه. ربوبة. ربوبة. أنت قلتها؟ الربوبة هي. بوزلف. والربوبة. والربوبة. فنون عمانية تكون مشتركة. مشتركة. نعم. يشاركوا فيها الرجال والنساء. الرجال والنساء. لا هو كثير يعني، لكنه ما تحفظهم في الوقت الحاضر يعني. ولا نعرف يعني. فاجئنا. متابعين يعني. فاجئ هذا هو. إذا من الفنون اللي تكون مشتركة ما بين الرجال والنساء، فن البوزلف مشترك ما بين الرجال والنساء، فن الربوبة نعم في محافظة ظفار. إجابتك الإجابة الصحيحة. الهيئة العامة الإذاعة والتلفزيون قدموا لك 50 ريال، ألف مبروك. شكرا لك، حياك الله. مشاهدينا وصلنا معاكم لختام جولتنا اليوم في مسابقة هلا مسقط، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في جولات أخرى.
شكل غص محمد مخيمي. كانت الياهلة هناك مسيكينة كانت. يلا من مع آخر واحد قبل الختام ومسك الختام مهري. مساء الخير. منور. نور نورك أبو محمد. حياك. وين موجود؟ والله أنا موجود جنبكم يعني جاركم هنا في البيت التراثي. البيت التراثي اليوم حاولنا تعرف أبو محمد في ربما أيضا نحن في نهاية البرنامج إنه نأخذ الناس إلى مقومات الزينة في البيت العماني القديم. الله. يعني نتحدث مثلا عن الصحون هذا الصيني وأيضا بعض الأشياء القديمة الجميلة وتزور أيضا بعض هذه الصور الجميلة. الله. اليوم نأخذ الناس نذكرهم أيضا ببعض الأشياء وما أيضا محفوظة محفوظة بنت مسعود الشعبية. بتحدثنا باعتبار أيضا ربما لحقت على بعض الأشياء محفوظة. مساء الخير. مساء النور. إيش زينة البيت زمان؟ البيت زمان أول في كان يسمى شيء اسمه روازن يصفي الوعيان الملال صين نسميه الصيني. ولا عنده زمان صين يعني ها؟ نعم اللي عنده أول. صحيح كبير. نعم الملال الصيني والصحون الصيني والمراش والمزهريات هذا يسطر نسميه تصفيف. تصفيف الروازن يعني البيت قديم كان لازم يكون فيه روازن عشان نسطر فيها هذا والسجادات والقامات نسميه قامات مال أول مال الطاووس في بعض هذه الآن أيوة مثل هذه يعني هذه مثل مال الطاووس في بعض في كلمات الله سبحانه وتعالى أيوة وفي في إحنا نسميها الحين غرفة نوم وفي نسمي كاتلي الحين أول زمان نسميه كاتلي اللي هي كرفاية أيوة أيوة نعم هذا هو جميل البيت إنه يكون هكذا. نحن طبعا في عجالة محفوظة ربما في أقل من دقيقة أنت وصلت أيضا معلومة جميلة نشكرك ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق ونتمنى دائما ألا ننسى تراثنا ووطننا الجميل. شكرا محفوظة. أعزائي المشاهدين هكذا في جولة سريعة يمكن في دقيقة ولكن حاولنا أن نوصل هذه المعلومة كانت بيوتنا هذا تتزيأ بهذا الصين وهذه الأشياء الجميلة. أكيد نتزيأ في ليالي أخرى من ليالي مهرجان مسقط ونتمنى دائما أن نلتقي في مناسبات قادمة. دمتم في أمان الله. شكرا شكرا مهري توفقت في دقيقة ذكرتنا وذكرت من يتابعنا الآن. حقيقة فعلا كانت بيوت أهل عمان تتزين بهذه الأشياء وربما كثير من البيوت الآن محتفظة إن كان بين قوسين هذه المنظرة أو الصحون الصينية أو بعض الدلال القديمة أو بعض هذه الأشياء. نحاول قدر المستطاع احنا يوم بيوم ان شاء الله نكشف بعض الأشياء اللي موجودة في موقعنا أو هناك في الموقع الآخر عند حفيظ لا عند سيف في الحين حفيظ. إذا وصلنا إلى الختام انتقلنا من النسيم إلى العمارات من القرية التراثية إلى المسرح للعروض وغيرها من الفعاليات المقامة بحيث نقدمها لكم في هذا القالب في برنامج هلا مسقط. موعدنا في الغد يتجدد وإلى ذلك الحين نقول لكم في حفظ الله ورعايته في أمان الله.